السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. أتمنى الجميع بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم هو يوافق يوم الصحة العالمي. طبعا زملائي وكل منسوبي هيئة منشآت من موظفين وقيادة وزملاء من مستشارين ومرشدين ومدربين، كلنا نتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة. نتمنى دائما يعني الكل يكون بخير. نتمنى في ظل هذه الأزمة كلنا نتكاتف ونتعاون مع بعض لأجل أن احنا بإذن الله تعالى نعدي هذه المرحلة الصعبة بأقل أضرار، بأقل تأثيرات، بل بمكاسب وبأشياء كثيرة كويسة حتى على المستوى الشخصي، على مستوى التطوير الشخصي مثل ما احنا قاعدين نسوي الآن. حياكم الله، الله يعطيكم ألف عافية. طبعا أنا قبل ما أبدأ دائما احب اتحقق كذا واتاكد من بعض الاشياء، فاذا تسمعون صوتي بشكل جيد وتشوفون الصوره بشكل جيد اتمنى تضغطوا على خيار رايز هاند. بليز اشوف رايز هاند. اوكي، الله يعطيكم العافيه، ممتاز. خلاص نرجع الهاند على اساس نستخدمها اليوم في اشياء ثانيه تتطلب مننا ان نتفاعل. طبعا احنا نتطور بشكل مستمر، يعني في بداياتنا او بدايه الدورات اللي احنا كنا نسويها بدايه من الاسبوع الافتراضي لاداره الازمات قدمنا الدورات بستايل، والاسبوع اللي بعده قاعدين نقدم الدورات بستايل متطور. فكل ما بنستمر وكل ما بنقدم مواضيع اكثر بنحاول انه احنا يعني نسوي بعض التطورات اللي تضيف لهذه البرامج اكبر فائده ممكنه للمستفيدين، واللي هم انتم، واللي هو انتم بصراحه جل اهتمامنا، ونبغاكم يعني دائما تكونوا مستفيدين بالحد الاقصى وتتفاعلوا قدر المستطاع. فهذه الدوره اذا تلاحظوا مدتها ساعه 45 دقيقه، فيها جزء نظري لابد منه، معليش يعني انا عارف انا شخصيا اكره النظري، لكن اقول احيانا في بعض الاجزاء النظريه اللي نحتاج انه احنا نتطرق لها فقط لاجل نفهم المفهوم اللي راح نتكلم بعدين عنه بطريقه عمليه. طبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه في كثيرين غير متخصصين في مجال رياده الاعمال او في بعض المواضيع اللي احنا بنقدمها تحديدا، يعني سواء مواضيعي او مواضيع اي احد من الزملاء المدربين او المستشارين او المرشدين. فدائما انا يعني افضل انه اتكلم بلغه بسيطه واشرح باسلوب سهل، يعني واتمنى من اصحاب الاختصاص والخبراء يتحملونا شوي، بس لانه يهمنا انه الكل يكون معانا فاهم ويكون معانا مستوعب ايش اللي قاعدين نقول عليه، خصوصا انه هذه البرامج اللي احنا قاعدين نسويها هي الهدف منها التوعيه. التوعيه الحد من الاخطار، تقليل طبعا مستوى الاخطار وتاثيراته على رواد الاعمال. التوعيه اللي هم اصحاب لمنشات او عندهم افكار او مقبلين على انهم يسووا مشاريع جديده باذن الله تعالى. فالبساطه وفي اللغه وفي التقديم وفي يعني الوصف حتكون يعني سائده بشكل عام، فاتمنى انه الشغله هذه تكون واضحه. الشغله الثانيه، تكلمت عن تطوير جلساتنا هذه، راح اذا تلاحظون ان المده مختلفه تماما عن المدد العاديه للدورات او الجلسات اللي سويناها اول، لاجل انه زي ما قلت لكم حيكون في جزء نظري بسيط، حيكون في الكثير من الكلام العملي ومشاركه الخبرات، وحاخصص وقت اكبر من المعتاد لمشاركاتكم. فمشاركاتكم هالمره نبغى نجرب مع بعض الطريقه التاليه، تمام؟ ركزوا معايا. المشاركات راح تكون على نوعين، تمام؟ اما انه يكون عندك سؤال تطرحه في هذا الخيار اللي تحت اللي مكتوب عليه Q&A، تشوفون هذا الخيار Q&A، تكتب هنا سؤالك واحنا قاعدين ماشيين في الموضوع. يا ليت انكم تخصصون هذا Q&A على اسئله الموضوع، مش الاسئله الخاصه بالامور الاداريه. يعني لو تبغى تسال عن اي حاجه تخص الحضور، الانصراف، اذا في شهاده ولا ما في، المحتوى كيف ترسلوه، اي معلومات، روح لخيار الشات وتقدر تتواصل مع احد من الزملاء اللي هم اسمهم بانلست. فلو تضغط على البانلست يطلع لك مجموعة من الزملاء اللي تقدر تتواصل معاهم وتسألهم هذه الأسئلة وبيفيدونك يعني على طول بإذن الله تعالى. طبعا برضو الإيميل اللي جاكم منه الرابط للناس اللي جاتهم إيميلات مسجلين من أول، تقدر برضو ترسل على نفس الإيميل إذا عندك أي استفسارات سواء في الموضوع أو خارج الموضوع أو لمنشأة بشكل عام.
بنا هذا النوع الاول من المشاركات، يكون عندك سؤال تكتبه في الكيو ان اي في اخر الجلسه التدريبيه، راح احاول قدر المستطاع انه انا اجاوب على هذه الاسئله. وفي الحقيقه يعني ما حنستنى للاخر، يعني هذه المره راح نوزعها على اكثر من وقفه، يعني حناخذ جزئيه، حنوقف، حنشوف الاسئله، حنقراها، حنجاوب عليها، حناخذ جزئيه ثانيه، حنحاول نخلي المساله كذا مرنه وسلسه اكثر على اساس كلنا نستمتع بهذه الجلسه. النوع الثاني من المشاركات بالنسبه للناس اللي الموضوع هذا يمس كذا جزء من خبراتهم العمليه او الاشياء اللي مروا فيها او كان عندهم سيناريو معين مر عليهم او تجربه محدده وحابين انهم يشاركونا حتى بالصوت، راح نتيح لهم هذا المجال، ولكن بشروط، يعني على اساس انه بس نحافظ على الرتم اللي احنا ماشيين فيه كذا ويكون سلس وجميل. اول شيء ما شاء الله تبارك الله اعداد الحضور عاده هي اعداد كبيره، فلاجل اول شيء نستوعب الجميع ولاجل انه احنا كمان نمشي في المواضيع بدون تاخير على اساس انه احنا نفيد الكل، راح ناخذ المشاركات هذه اللي من النوع الثاني تكون سريعه، تكون محدده، وقبل ما احد اعطيه المايكروفون عشان يشارك اي شيء او يستفسر بالصوت، نتمنى انه يكتب في الكيو ان اي عباره عندي مشاركه يحط سلاش ويكتب ايش هي، عندي مشاركه يحط سلاش ويكتب ايش هي، هل هي تجربه، هل هي عندك مثال صغير مثلا او شيء صار في مكان العمل، خصوصا انه موضوع اليوم يختص بالسلامه والصحه المهنيه، يعني بالذات اي شيء يخص سلامه الموظفين، سلامه المكان، المخاطر اللي تعرضوا لها، موقف مثلا صعب مريتوا فيه، حابين او حاب المشارك يشرحه بالصوت، او يحب مثلا يقول انه صارت معانا الشغله الفلانيه تصرفنا معاها بشكل خاطئ، عرضتنا لكذا كذا كذا، او اذا كان عنده بعض الممارسات الجيده حاب يشارك فيها. ففي كل الحالات المشاركه من هذا النوع نبغى صاحب هذه المشاركه يكتب عندي مشاركه ويحط سلاش ويكتب ايش هي، على اساس لما نروح للكيو ان اي نقرا هذه المشاركات نختار الانسب لجلستنا التدريبيه هذه، ووقتها نقدر نحدد مين الشخص هذا اللي عنده مشاركه ونخلي زملائنا يعطوه المايك على اساس انه يعطينا المشاركه باختصار. خلاص نعيدها كذا بسرعه، عندنا نوعين من المشاركات، اما يكون عندك سؤال تحب انه انا اقراه واجاوب عليه، وتقدر تكتب كذا في الكيو ان اي اكتب سؤال وحط سلاش واسال السؤال. النوع الثاني من المشاركات اكتب عندي مشاركه حط سلاش واكتبها ايش هي، سواء كانت تجربه او ممارسه جيده او ممارسه خاطئه، اكتبها على اساس ان احنا نقراها، واذا شفناها مناسبه بنعطيك المايكروفون على اساس ان انت تطلع كذا معنا كمشارك وتتكلم. طبعا مايكروفون بدون فيديو، مايكروفون فقط. تمام، واضحه المساله؟ بس على اساس انه لو واضحه بالله اعطوني رايز هاند، اعطوني رايز هاند كذا على اساس بس اشوف الاغلب واضحت له المساله. الاغلب معنا رايز هاند، قليل 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 بالنسبه لعدد المشاركين، قليل قليل الرايز هاند. طيب قليل قليل جدا، بس لو سمحتوا رجعوا الهاند. اللي يبغاني اعيدها بس اشرحها مره ثانيه يسوي رايز هاند، اللي يبغاني اعيدها يسوي رايز هاند. اتمنى تكون واضحه. ما في الا خاص قليل. طيب حعيدها الان قبل ما ناخذ، طبعا قبل ما ناخذ الفتره نفسها حعيدها على السريع، بس يعني اتوقع اغلب اللي رفعوا ايديهم يعني وصلت لهم الفكره. طيب موضوعنا اليوم موضوع مهم، وراح اقول لكم ليش مهم ويهم مين. اللي رافع ايده بالله ينزلها، الله يسعدكم. موضوعنا اليوم مهم لكل من يعمل في اداره الموارد البشريه أو يبغى يشتغل في هذا المجال، أو عنده مقابلات شخصية الفترة الجاية وقاعد يستعد لها، بالذات من هذه الجزئية، لأنه هذه أحد الجزئيات الهامة جدا 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 في تنظيم ما يخص الموظفين في مكان العمل أو صحتهم وسلامتهم، يعني هذه أحد الجزئيات الهامة جدا. طبعا هذا الموضوع احنا قاعدين نقدمه بمناسبة يوم الصحة العالمي، وشفنا هذا وقت مناسب الآن لأنه احنا نقدم هذه المسألة. فاللي شغالين في الموارد البشرية يهم الموضوع، كل اللي عندهم منشآت، عندهم موظفين، عندهم عمال، عندهم ناس يشتغلون معهم في منشآتهم، يعني من الضروري انهم يفهموا الاشياء هذه اللي راح نقولها اليوم. مو بس كمان عندهم منشآت، حتى المقبلين على مشاريع جديده لازم يفهموا ايش اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم عشان يعملوا حسابهم، يعرفوا ايش اللي له وايش اللي عليه. في بعض الاشياء لو اغفلتها في موضوع اليوم
راح تتعرض لخسائر كثير وتكاليف كثير. فالموضوع أنا باخده تحديداً من وجهة نظرنا إحنا كرواد أعمال ومن وجهة نظر بزنس، وكيف إحنا لازم نكون ملمين على الأقل بالحد الأدنى من هذه المعلومات. طيب خلينا نروح للبرزنتيشن الخاص بموضوع اليوم. البرزنتيشن واضح لكم؟ بالله يسوي لي كده رايز هاند اذا الموضوع واضح. البرزنتيشن واضح؟ رايز هاند، تمام، يعطيكم العافيه، خلاص ممتاز، تمام. خلينا نبدا في البرزنتيشن ان شاء الله. هحاول قدر المستطاع انه انا اتخطى المواضيع النظريه، لان ادري انتم تحبوا العملي ما شاء الله عليكم، فححاول اركز على الجزئيات العمليه وعلى الاسئله قدر المستطاع. بس معليش تحملوني شوي، لازم ناخذ جزئيات نفهم فيها بعض المفاهيم على اساس انه نقدر ننطلق في الجزئيات العمليه، ومعانا وقت جميل اليوم. طيب اول شيء الاجنده، حنتكلم عن مفاهيم عامه تخص الصحه والسلامه المهنيه، حنتكلم عن السلامه والصحه المهنيه بمنشات القطاع الخاص، وهذا هو محور اللي يعني التحديد، يعني بشكل عام احنا يعني مستهدفين هذه الفئه، فئه القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، لانه في الكثير من المعلومات اللي تنطبق طبعا على كل المنظمات وكل الشركات سواء كانت حكوميه او شبه حكوميه او قطاع خاص. ولكن انا قلت القطاع الخاص لانه في وزاره مسؤوله عن هذه الجزئيه اللي هي وزاره الموارد البشريه، لها لوائح وانظمه وادله استرشاديه واشياء كثير حنشوفها مع بعض. الوقايه من مخاطر العمل، الخدمات الصحيه والاجتماعيه، نصائح لسلامة العاملين في مكان العمل، وأدلة استرشادية تساعدنا في تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية. طيب طبعا زي ما قلت لكم انه هذه الجلسة احنا عديناها تحديدا بمناسبة يوم الصحة العالمي، ووضحت لكم مين المستهدف او الفئات المستهدفة لحضور هذه الجلسة التدريبية. خلينا نتكلم على مفهوم الصحة والسلامة. الصحة والسلامة بس، مش إدارة السلامة والصحة المهنية بس، يعني مفاهيم بسيطة عن كلمتين، سلامة وصحة. طبعا السلامة هي الحالة اللي الإنسان يكون فيها محمي، طب يعني هذه تعريف بسيطة سهلة جدا، هي الحالة اللي يكون فيها الإنسان محمي من أي مسببات للخطر أو الإصابة أو الأذى أو الخسارة. طبعا نضيف له أو للإنسان أو للعنصر البشري كمان الممتلكات والممتلكات بشكل عام والبيئة. فكل شيء يخص سلامة العنصر البشري والممتلكات سواء من مباني، من سيارات، من أي موارد أخرى غير الموارد البشرية والبيئة بشكل عام اللي إحنا عايشين فيها، لما تكون محمية من مسببات الخطر، هذا هو مفهوم السلامة. طيب والصحة؟ طبعا منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بتعريف، حنشوفه ونشوف اذا هو التعريف اللي يعني المناسب ولا لا. منظمة الصحة العالمية تقول ان الصحة حالة اكتمال السلامة جسديا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض والعجز. باختصار هي بتقول ان انت تكون يعني 100% جسديا عقليا سليم واجتماعيا، مو بس انه ما عندك مرض، مو بس انه ما عندك عجز، الله يعني ان شاء الله منا يعني الصحة والسلامة للجميع، ولكن تقول انه كل شيء جسدي عقلي اجتماعي، تمام. طبعا مو الكل اتفق مع الموضوع او تعريف الصحة، مع ان مرض الصحة العالية بس صحة يعني واجهتها الكثير من الانتقادات والهجوم من الممارسين، من المحترفين، من الكتاب، من المؤلفين، يعني لاقى انتقاد واسع بسبب استخدامه لكلمة اكتمال. وكمان ما يعني ما ذكر برضو مسألة الممتلكات والبيئة، يعني فخلوا يعني التعريف بشكل عام لقى انتقاد، عشان كذا في تعريف ثانية أشهرها أنها الحالة المتوازنة للكائن الحي، أي كائن حي، إنسان أو أي كائن حي، لما نعرف الصحة اللي تتيح له الأداء المتناغم والمتكامل لوظائف الحيوية بهدف الحفاظ على حياته ونموه الطبيعي. شوفوا يا جماعة، يعني أنا قاعد أحط لكم هذه المفاهيم والتعريف مو عشان نحفظها، تمام، بس نبغى نفهم إيش هي السلامة وإيش هي الصحة كتعريف. نعرف إنه في جهات كثير بتعرف هذه المسائل، الصحة العالمية مع إنها عرفت الصحة بتعريف انتقدوها وعرفوها تعريف ثانية، والتعريف الثاني هذا اللي أنا حطيته هو الأشهر،
احنا هدفنا هنا اليوم مو نحفظ تعريف بصراحه، هدفنا كذا نمر عليه على السريع بس عشان نعرف انه هذا هو المفهوم الخاص بهذه المساله. بس خلوكم معايا لان الشاشه عندي فجاه ما شاء الله كذا طلعت فيها اشياء ودخلت اشياء في بعض. طيب نرجع للبرزنتيشن. تمام، مفهوم السلامة والصحة المهنية. شوفوا إحنا المفهوم اللي ذكرناه أول هو بس السلامة والصحة، لكن لما نضيف لها عبارة المهنية يعني العملية اللي تتعلق بالمهنة بالوظيفة اللي أنت تقوم بها بالعمل، فأخذنا تعريف لمنظمة العمل الدولية. طبعا هذيك اللي أولى اللي عرفت الصحة هذيك كانت منظمة الصحة العالمية، تختلف. هذه منظمة العمل الدولية عرفت السلامة والصحة المهنية بأنها هو العلم اللي يهتم بتوقع تتوقع وتقدر وتقيم وتتحكم بالمخاطر أو بالمخاطرات اللي تنشأ في مكان العمل أو من مكان العمل. يعني ممكن مخاطرة صارت في مكان العمل أو بس أو مكان العمل فيه شيء سبب مخاطرة للي قاعدين يشتغلوا فيه، وهذه المخاطرة ممكن تضر صحة ورفاهية أو بشكل عام مصالح العاملين. انتبهوا النقطة مهمة جدا، يعني أنا أبغى بس أنبه عليها دائما لما إحنا نتكلم بشكل عام في دورتنا أو جلساتنا اليوم، أو حتى لما تشوفوا أنظمة وزارة تنمية الموارد البشرية اللي هي وزارة العمل سابقا، إحنا نقول عليه نظام العمل، تغير اسم الوزارة بس ما زال نظام العمل هو اسمه نظام العمل. دائما يشار للموظف أو اللي يعمل مثلا بمنشأة بعبارة العامل. لا بأس، يعني العامل مو معناه أنه عامل شخص شغال في مكان مقاولاته، هو يقصد به أنه صاحب العمل والعامل، بس على أساس أنه إحنا نفرق ما بين صاحب العمل والعامل. يعني حتى صاحب العمل ما قلنا عليه رائد أعمال رجل أعمال، عرفناه بتعريف بسيط بس عشان توصل المعلومة بالذات في نظام العمل. فصاحب العمل العامل، العامل هو الموظف، قد يكون مدير، قد يكون نائب رئيس شركة، قد يكون حتى رئيس شركة، فهو هذا هو العامل اللي احنا نسميه الامبلوي. فنرجع كذا للسلايد بعنا. فهو العلم زي ما قلت لكم اللي يهتم بكل شيء يخص المخاطر اللي في مكان العمل اللي تنشأ منه أو فيه، بالذات اللي تضر صحة الموظفين ورفاهيتهم ومصالحهم العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المحتمل على البيئة المحيطة والمجتمع وبما فيها. أنا أضيف من عندي على تعريفهم برضو الممتلكات، هو البيئة المحيطة طبعا تشمل الممتلكات بس أنا بوضح لكم إياها برضو عشان برضو نخليها في بالنا، إنه السلامة مو بس سلامة البشر، كمان سلامة المباني، سلامة الكمبيوترات، سلامة الاي تي، سلامة المعلومات، سلامة المباني، كل شيء. تمام، فهذا تعريف سريع زي ما قلت لكم حمر عليها بسرعة ما بكثر على الأشياء النظرية بس عشان نفهمها مجرد فهم. طيب ما هي الصحة والسلامة المهنية؟ شفنا تعريفها بس خلينا نشوف الكلام العملي، وهذه بعض الأشياء اللي أنا جبت لكم إياها من مصادر موثوقة اللي هي وزارة الموارد البشرية، هي المرجع الأساسي لنا بالمملكة العربية السعودية في كل ما يخص الممارسات، كيف ندير العملية هذه، كيف نقيمها، كيف إيش الأشياء الصحيحة إيش الأشياء الخاطئة. فحسب تعريف وزارة الموارد البشرية أو المفهوم المصطلح اللي بيقولوا عليه اللي هو طبعاً يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، بأنها علم يهتم بإيجاد التدابير والإجراءات اللازمة اللي تهتم بحماية سلامة وصحة الإنسان والحفاظ على الممتلكات والبيئة. شايفين كيف؟ ذكروا برضو الممتلكات والبيئة لأنها مهمة جدا. فهو علم، انتبهوا ترى علم، هو مو شيء احنا بس قاعدين نتكلم عليه، هو علم وعلم مهم. وباكم تعرفوا بس شغلة كذا سريعة من خبرتي برضو في شركات كثير بالذات في الشركات العالمية، بالذات للناس اللي أكيد يشتغلون في الشركات العالمية هذه وعارفين الكلام اللي أنا راح أقول الآن، أو الناس اللي يستهدفوا أنهم مستقبلاً يشتغلوا في هذه الشركات، فبالذات في إدارة الموارد البشرية أو حتى على المناصب الإدارية لازم يكون عندك معرفة الحد الأدنى في الكلام اللي إحنا قاعدين نقول. شركات عالمية زي يونيليفر، بروكتر أند جامبل، بيبسيكو، وشركات كثيرة حتى اللي بتشتغل في الآي تي وغيرها، بس أنا ذكرت هذول المبدئين اللي يشتغلون في المنتجات سريعة الاستهلاك اللي إحنا نسميها الفاست موفينج كونسيومر جودز أو باختصار FMCG. هذه الشركات لأنه عندها الكثير من التصنيع، عندها مصانع، عندها عمليات كثير، هي ما هي الوحيدة، ولكن أنا ذكرتها كسبيل المثال لأنه أنا اشتغلت في واحدة منهم.
مسألة السلامة والصحة المهنية هذه بالنسبة لهم ترى مسألة مهمة جدا وتتقيموا عليها، يعني سواء كنتم كمدراء أو كموظفين، وعندهم مؤشرات خاصة فيها وعندهم تقايم خاصة فيها. ومين اللي يقيم؟ مين تتوقعوا مين اللي يقيم مدى صحة أو مدى فعالية هذه الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؟ مين تتوقعوا اللي يقيم هذه الأشياء؟ الموظفين نفسهم. الموظفين نفسهم هم اللي يقيموا، لأنهم هم اللي في مكان العمل وهم اللي بيتعرضوا للأخطار من عدمها، هم اللي يستشعروا بمدى سلامة هذه البيئة اللي شغالين فيها من عدمها. فتخيلوا لما هذا التقرير ينزل للموظفين ويقيمون فيه، وبعدين تتفاجأ الشركة بأنه التقييم سيء. يعني هنا يعني في هذه الحالات كذا تحطوا 10 خطوط حمراء تحت أي شيء آخر يصرف للموظفين أو للمدراء، بونس وما بونس. إذا تقييمنا سيء في الصحة والسلامة، معليش يا مدراء ما في بونس، معليش. يعني أنا لي خبرة سابقة في إدارة الموارد البشرية كرئيس وكمدير عام في أكثر من شركة، وبقول لكم إياها هذا اللي بيصير. حتى لو أنت حققت أهداف كثير عندك في البزنس أو أشياء إحنا حطيناها، لكن إذا أنت سيء جدا فيما يخص السلامة والصحة المهنية والتقييم سيء جدا، فلا تتوقع أن أنت تحصل على بونس كريم لهذه السنة، لأنك أخفقت إخفاق كبير فيما يخص سلامة هذول البشر وكمان سلامة الممتلكات والبيئة. فانتبهوا لهذه المسألة. عشان كذا قلت كل اللي عندهم منشآت واللي بيروحوا يسووا بزنس واللي يشتغلون في الموارد البشرية واللي مقبلين على العمل في الموارد البشرية لازم يفهموا هذه الجزئية تحديدا. طبعا المسمى الإنجليزي لهذا المصطلح الشائع، يعني في أسامي كثير، لكن المصطلح الشائع هو Organizational Health and Safety. The Organizational Health and Safety ويختصروه بحروف OHS. خليني أكتبها لكم هنا. ما أدري يا صديقي يا هوست، هل أقدر لو كتبت أوجه للجميع أو لا؟ بالله أعطوني خبر، ما أدري. أو تكتبوها عني OHS، هذا هو الاختصار اللي أنا بعطيكم إياه عشان تقدروا. All panelists attendees OHS. كويس، هذا OHS. شايفين؟ إذا وصلت للجميع أوكي، إذا ما وصلت أتمنى أحد من الزملاء بس يوصلها بشكل جيد. OHS Organizational Health and Safety. في طبعا مصطلحات كثير، بس هذا من المصطلحات الشائعة جدا، على أساس لو حابين تقرأوا في المحتوى باللغة الإنجليزية عن هذا الموضوع فيستخدموا هذا الاختصار. وكمان في شركات متخصصة في التقييم. يعني انا ذكرت مساله التقييم، ذكرت مين يقيم، ذكرت النتائج كيف حالها لما تطلع، ولكن في شركات متخصصه في انها تسوي استبيان للتقييم وسيرفي، وعندهم عندهم ستاندرد وعندهم اشياء كثير يسوونها تساعدك انت كمنشاه، بالذات لو كنت على المستوى المتوسط او الكبير. اكيد عندك موظفين كثير، اكيد يمكن ما يكون عندك خبراء في اداره الموارد البشريه انهم يقومون بهذا الدور بشكل صحيح. يمكن تبغى احد او جهه متخصصه عندها افضل الممارسات على اساس انها تساعدك في مو بس تقيم، فانه انت تقيم وان انت تاخذ نتائج التقييم، وان انت كيف لما تاخذ النتائج تبدا تحط خطط واستراتيجيات للتحسين المستمر، انك تصلح الاشياء ذات الاولويه، وبعد كذا يعني تقسمها تسوي لها خريطه من الخطوات والخطط اللي لازم تسويها على اساس تحسن. عادة لما يصير تقييم وتطلع النتائج ويحطوا خطوات وخطة سنوية لتحسين، غالباً اللي المفروض يقوم بهذه الخطوات مش فقط الموارد البشرية أو الإدارات اللي ذات العلاقة، كل المدراء. وأنا بقول لكم إياها هذه من أفضل الممارسات، كل المدراء. إذا أنت في شركة تحمل لقب مدير او اي لقب يشير بانه انت تدير اشخاص تحتك، انت مسؤول عنهم، يرجعوا لك اداريا، فانت مسؤول في تطبيق هذه الاستراتيجيه والقيام بهذه الخطوات، والمفروض يعطوك جزئيه تشتغل عليها وتقدمها على اساس انه الكل يشتغل مع بعض ويضمنوا مع بعض انهم فعلا قاموا بتحسين
هذه النتائج او اي يعني اي اشياء صار فيها في التقييم صار فيها خلل. اخر نقطه فيما يخص التقييم بس على السريع كذا بقول لكم عليها، انه غالبا هذه الشركات او هذه الاستبيانات اللي تصير لتقييم مستوى الاو اتش اس اللي قلت لكم عليه اللي هو الاورجنايزيشنال هيلث اند سيفتي، مستوى السلامه والصحه المهنيه، انه مو تقييم يطلع يا ابيض يا اسود، لا، عاده التقييم يكون له اقسام واجزاء، شيء يخص الموظف، شيء يخص الممتلكات، شيء يخص البيئه، شيء يخص ثقافه المنظمه، ودحين بجيكم عليه واقول لكم ايش يعني الاو اتش اس كلتشر، هذا او الثقافه اللي ممكن تتبناها المنظمه فيما يخص السلامه والصحه المهنيه. طيب نرجع للبرزنتيشن الجميل حقنا. فطبعا اذا تشوفوا عناصر او عناصر الانتاج بشكل عام، يعني انت عندك مواد، عندك قوة عاملة، طبعا هذه احد المصطلحات اللي تستخدمها برضو انظمة العمل بشكل عام، القوة العاملة يستخدموها مثلا بدل عبارة الموارد البشرية، المواقع، المباني، التجهيزات، كل شيء، ممتلكات، بيئة، عناصر بشرية، كلها تدخل في الاعتبار. طبعا ليش السلامة والصحة المهنية مهمة؟ تمام، ليش التركيز على هذه المسألة مهم في مكان العمل؟ لأنه في عندنا أسباب معينة. أول حاجة الحرص على عدم تضرر الأشخاص خلال العمل، إنه إحنا نتفادى بشكل عام الألم اللي يعانوا منه الموظفين والعاملين في أشياء ووظائف مختلفة، والمعاناة اللي هم راح يتكبدوها، وكمان إحنا كأصحاب أعمال نتكبدها، والخسائر بشكل عام يعني اللي هم يخسرونها وإحنا نخسرها. طبعا الخسائر مو بس انه والله انت ممكن تتعرض لشيء يخليك مريض، لا للاسف، يعني ان شاء الله بعد الشر انكم ما تشوفون شر يا رب، بعض الممارسات السيئه ممكن تعرض الناس لا سمح الله للوفاه، لانه يفقد احد اطراف جسمه، اشياء كثير ما نبغى احد يتعرض لها، فهي خسائر مو وكمان مو بس بشريه، كمان في الاموال وفي الممتلكات. راح اعطيكم بعض الامثله من خبرتي ومن الممارسات الجيده اللي احنا طلعنا عليها. طبعا احد الاهداف اللي تخلينا نحرص على تطبيق هذه الانظمه زياده انتاجيه العاملين بشكل عام. انت عندك موظفين، تبغى الموظفين هذول يزيد انتاجهم، يزيد ادائهم، تمام؟ فهذا الشيء لما انت توفر لهم بيئه تضمن فيها سلامتهم وصحتهم، راح تزيد من انتاجيتهم، راح تقلل التكاليف بشكل عام، وبالتالي مساهمه في النمو الاقتصادي. كيف التقليل في التكاليف؟ في بعضهم ممكن يجوا يحاجوني يقولوا لي يا اخ بندر، يعني احنا مسوي لهم تامين طبي، يعني كيف راح نقلل في التكاليف؟ التامين الطبي هو التامين الطبي، بندفع نفس الشيء. لا، ما بتدفع نفس الشيء. تامينك الطبي، وهذه معلومه يمكن في كثيرين ما يعرفوها، بس يعني خلوها احد الشطحات كذا اللي استغل الفرصه في اني اتكلم فيها. تامينك الطبي لو موظفينك مترددين دائما على المستشفيات، ودائما عندهم مشاكل، ودائما رايحين يصرفوا على او يصرفوا اكثر بالتامين الطبي، صدقني صدقني وخذها نصيحه، بالذات المبتدئين اكيد الخبراء عارفين هذا الكلام، صدقني وثق تماما، السنه الجايه لما تيجي تجدد بوليصه التامين ما راح تجددها بنفس السعر، راح تجيك الشركه تقول لك دقيقه دقيقه وقف، انت استهلكت 99% او 100% من البوليصه، معلش ما راح نعطيك اياها بنفس السعر، انت خسرت. أنا لانه البزنس موديل حق شركات التامين انه المفروض في حد معين للاستخدام، فبالتالي لو اخذ منك المبلغ الفلاني يربح شويه، اذا انت دافع مثلا 100,000 يعني استهلك 70,000 75,000 واترك لي حبتين شويه، لانه انا شركه قائمه بأكسب. شركه التامين ما هي شركه عمل خيري، شركه التامين هي منظمه ربحيه تبغى تكسب، فبالتالي هي بتوفر خدمه للجميع، وعارفه انه في ناس راح يستخدموا الحد الأقصى، وعارفة أنه في ناس راح يخسروها كثير، لكن الأغلبية المفروض يكون استخدامهم معقول، على أساس أنه هي تسوي ربح من الأغلبية، يكون في أقلية خسرت معاهم، الربح من الكثرة هذه يغطي الخسارة اللي سببتها هذه القلة، فيمشي الحال، وفي الأخير الشركة تكون رابحة ما تكون خسرانة. فنرجع لهذه النقطة، أنا بس هذا النقطة يعني حسيتها مهمة عشان كذا أخذتها على السريع. نرجع ليش التركيز على السلامة والصحة المهنية في مكان العمل مهم. النقطة اللي بعدها
تخفيض تكاليف طلب الخدمة الصحية الاجتماعية المصاحبة لإصابات وأمراض العمل، وهذه هي تحديدا النقطة اللي أنا تكلمت عليها كمثال، وفي أمثلة كمان كثير غيرها. فزيادة الإنتاجية، تخفيض التكاليف، نضمن أن الكل بخير، ما حد يتألم، ما حد يعاني، ما حد يخسر، فهذه هي بشكل عام. فلما إحنا نطور السلامة والصحة المهنية، هذا الشيء مو بس يصب في مصلحتك أنت يا رائد الأعمال، أنت يا صاحب العمل، أنت يا صاحب فكرة مشروع اللي إن شاء الله راح يصير عندك مشروع بإذن الله ناجح مستقبلا، هذه مو بس لمصلحتك ومو بس لمصلحة حتى الموظفين، حتى لمصلحة الكل، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الوطن، وحنشوف بعض الأشياء اللي تثبت هذا الكلام. طيب، إيش هي أهداف الصحة والسلامة المهنية؟ ما هي أهدافها؟ طبعا السلايد اللي فات بس عشان قلنا هذه اهميتها، ليش هي مهمه، هذه ايش اهدافها، يعني احنا ايش نستهدف بشكل عام. هذه نقاط، بعض النقاط اللي حطيت لكم اياها، برضو المصدر هي وزاره الموارد البشريه. الحفاظ على مقومات العنصر المادي من التلف والدمار، اي شيء يخص منشاتك، مباني، اجهزه، كمبيوترات، مواد، بضائع، مواد خام، مواد في المستودعات عندك، مواد عندك في المصنع، أدوات في مكان العمل، هذه تشملها كلها. يعني اللي احنا قاعدين نتكلم عنه الآن مو بس لسلامة البشر، كمان لسلامة هذه الأشياء. نشوف اللي تحتها، هذا اللي كذا مسويه الأخضر، الحفاظ على مقومات العنصر الطبيعي من الضرر، وهنا طبعا يتكلموا عن البيئة. فإذا احنا اتبعنا أساليب جيدة في أشياء تقلل من ضرر البيئة، فهذه أحد الأهداف. اللي بعدها شوفوها هنا على اليمين، حماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل. أكيد العنصر البشري مهم جداً، عشان كده قلت اللي يشتغلون في إدارة الموارد البشرية أو المقبلين عليه. فتخيل نفسك أنت الآن مثلاً جيت في مقابلة لأحد الوظائف الموارد البشرية، وصدقوني يعني أنا قابلت أكثر من 3000 إنسان في هذه الوظائف بشكل عام، أو حتى أكثر، حتى أكثر في مجال الاستشاري. يعني هذا الرقم اللي أنا قلته بس، وأنا كنت مدير في شركات وأنا مستشار، قابلت أكثر بالذات الوظائف اللي تتعلق بالتطوير التنظيمي، وهذه احد الوظائف المهمه جدا. تبعوا الموارد البشريه فيها جزء تشغيلي اللي هي تختص بشؤون الموظفين، وتختص باداره عمليات الموارد البشريه، اجازات، حضور، انصراف، الاشياء هذه كلها، تمام. وفيها جزء استراتيجي يدخل في اداره الاداء، يدخل في التطوير التنظيمي اللي احنا نسميه organizational development، وباختصار او يختصروه ب عبارة أو بحرفين اللي هما O و D. O-D الأودي، هذه تسمعون ناس كثيرين يقولوا الأودي، في ناس ما عارفين إيش الأودي، بس خلاص عرفوا الناس ما أودي، هي Organizational Development. فالتطوير التنظيمي هذا اللي نسميه الأودي أحد الجزئيات الهامة جداً، الكلام اللي إحنا قاعدين نتكلمه الآن. فأنت لما تيجي تتقدم لمقابلة شخصية، سواء كأخصائي أو كمنسق، أو كل طبعا ما زادت المرتبة الوظيفية، كل ما كان فهمك لهذا المسألة مهم جدا. يعني لو أنت جيت الآن تجلس في مقابلة شخصية لوظيفة مدير التطوير التنظيمي اللي هو الـ OD Manager، لو ما تفهم هذا الكلام خذها مني من الآخر، ما راح تنقبل، إلا طبعا في الشركات اللي هي غير ملمة أصلا بالمفهوم وما عندها طبعا ممارسات جيدة. لكن في شركات عالمية، في شركات كبيرة سواء كانت وطنية أو على المستوى الإقليمي أو الدولي، شركات رائدة، شركات مهتمة بهذا الجانب وفاهمة مدى أهميته في أنه يخليها تنجح وتتفوق على آخرين، هذه الجزئية مهمة جداً لهذا النوع من الموظف. طيب نرجع للبرزنتيشن حقنا. فذكرنا 3 أهداف، الحفاظ على العنصر المادي والبيئة والعنصر البشري، نشوف 3 من جهة ثانية. رفع نسبة الطاقة الإنتاجية، تعزيز الكفاءة، أكيد 100%. لما يكون أنت عندك مصنع أو معمل أو مشغل أو عمل ميداني مثلا زي المقاولات، أو عمل ميداني مثلا زي خدمات التوصيل والشحن، وعدد يعني العمل الميداني وغير الميداني وحتى العمل المكتبي، كلها تتطلب أن أنت تنظر لمسألة السلامة والصحة المهنية بجدية. فهذا الشيء لما كل ما توفر الموظفين إيش بيصير، الناس تشتغل وهي مطمنة أن المكان هذا آمن، وبالتالي وبشكل طردي بتزيد الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وعلى فكرة يعني هذا الشيء ما هو كلام نظري، إحنا لاحظنا في كثير من الشركات اللي اشتغلنا معاهم
في مشاريع استشارية، أنه كل ما كان بينتبه وبياخذ بعين الاعتبار مسألة السلامة والصحة المهنية وكان متفوق فيها جداً، بنلاحظ أنه الشيء هذا بيعكس بشكل مباشر وواضح على أداء الموظفين. فهذه خذوها من ممارسة شخصية، وحتى لو تقرأوا في أفضل الممارسات راح تلقوا أن الكلام هذا مثبت في دراسات وفي تجارب كثيرة. توفير بيئة عمل آمنة صحية من خلال تنفيذ الأنظمة والمبادئ، هذه يعني ما يبغى لها شرح، واضحة تماما. وتعزيز مفهوم الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين. يا سلام، لما أنا أشتغل في مكان ماني خايف، بالذات ذات الأماكن اللي فيها أشياء خطرة، معامل، مختبرات، مصانع، بالذات تشتغل في الأشياء الكيميائية، في البتروكيماوية، يعني حتى في المستشفيات، في أشياء كثير. لما أنا بشتغل في بيئة عمل آمنة خلاص، يعني مو بس أنا مطمن، أنا وأهلي وكل الناس اللي أنا أهمهم في حياتهم راح يطمنوا إنه أنا في مكان محترم آمن ما في مشاكل. فالشيء هذا راح فعلا يعني يعكس على أدائك وعلى طمأنينتك وعلى حبك وولائك كمان لهذه الوظيفة. لأني شفت ناس كثيرين، وأنا بقول لكم إياها، ويمكن في ناس من الحاضرين عارفين هذا الكلام لأنهم بيواجهوا نفس المشكلة، أنا لاحظت إنه في كثير من الناس يتركوا كثير من الوظائف لأنه مكان العمل غير آمن. كثيرين بيتركوا الوظائف لأنه مكان عمل غير آمن، وهذا الشيء اللي أنت ما تبغاه يا صاحب العمل أو يا اللي مقبل على تأسيس مشروع، وحتى لو كان عدد الموظفين عندك واحد، تمام؟ لازم تحرص على هذه المسألة لأنه هذه مسألة مهمة جدا. حطوا نفسكم مكانهم يا أصحاب العمل، وأنتوا كمان يا اللي شغالين في شركات، يعني أتمنى أنه ما تأخذوا الكلام هذا فقط لكم، لا، انشروا هذه الثقافة، انشروها، تكلموا مع المدراء، تكلموا مع الموارد البشرية، تكلموا مع الأشخاص المسؤولين المختصين، اعرضوا عليهم أنكم تشتغلوا معهم كمبادرين على أنكم تسووا أنظمة وأدلة استرشادية وإرشادات في هذا الجانب. طيب، كيف يتم تحقيق الأهداف؟ يعني إحنا قاعدين، هذه الأهداف شايفين؟ هذه الأهداف اللي إحنا ذكرناها، كيف نحققها؟ عشان كذا يعني هذه الجزئيات العملية اللي أنا بصراحة كنت بحاول إنه أنا بسرعة أوصل لها عشان نتكلم فيها بشكل أكبر. طبعاً التخطيط الجيد بيساعدك إن أنت تخطط، تسوي سيناريوهات. مثلاً جيت تسوي مصنع، قبل ما تبدأ في أعمال المصنع تخطط كيف تبدأ تسوي سيناريو، كيف الناس راح يشتغلوا في هذا المصنع. تخطط كمان زي ما قلنا لما أنت تسوي تقييم وتعرف نقاط الضعف اللي عندك، تخطط كيف إن أنت تسوي تحسين مستمر. فبشكل عام التخطيط الجيد بيساعدك، بالذات اسمه التخطيط الفني، انه انت بتخطط فنيا لانه هذه اشياء فنيه، اشياء عمليه، فهي مش فقط تخطيط اداري، هو تخطيط اكثر فني. وجود التشريعات اللازمه، ووزاره الموارد البشريه اللي هي وزاره العمل سابقا ما قصروا ابدا، فانهم يعني بصراحه سووا اشياء كثيره راح الان اذكر لكم اياها، وحتى راح اعطيكم بعض المراجع فانكم ترجعوا لها. والله يا جماعه انا يعني مع انه انا كنت اعرف اشياء كثير، حتى اول اعرف امور كثير، لكن من خلال حتى اعدادي للدوره اكتشفت اشياء جديده وقاعد اكتشف ممارسات جديده. جماعه دول رائعين جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله مهتمين بهذه المساله اهتمام رائع جدا. فوجود التشريعات اللازمه هي احد الاشياء اللي تساعد في تحقيق اهداف السلامه والصحه المهنيه. التنفيذ المبني على الاسس العلميه، لا تشتغل كذا بشكل مزاجي، لا تعتمد فقط على الحس المنطقي اللي عندك، أو تكون واثق جدا بقراراتك ومرتبط بها ارتباط عاطفي كبير، لا، خليك مطلع، شوف إيش الأسس العلمية وإيش الدراسات، إيش الأشياء. يعني بمجرد ما بس تطالعوا على الممارسات، تشوفوا الأدلة، الأشياء اللي قاعدة تعطيكم إياها وزارة الموارد البشرية وغيرها، تشوفوا برضو نتعلم من الشركات الرائدة في مجالها وكيف طبقت هذه الأشياء، ترى راح نستفيد كثير. طبعا برضو من الأشياء اللي تساعدنا في تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية توفير الأجهزة الفنية المتخصصة، يعني في أجهزة وفي برامج متخصصة تساعدنا، دراسة المخاطر ووضع الحلول المناسبة برضو ساعدنا، توعية العاملين باستمرار بأهمية السلامة والصحة المهنية. يا جماعة، التوعية التوعية التوعية، ما ينفع إحنا كأصحاب عمل أو كإدارة موارد بشرية فقط في شركة معينة أو كمدراء إنه إحنا نتعلم شغلة ونحتفظ بها لنفسنا. يعني مثلا شايفين هذه الجلسة التدريبية اللي اليوم إحنا قاعدين نشتغل عليها،
ترى املنا كبير فيكم باذن الله تعالى انه انتم كسفراء تاخذوا هذه المعلومه وتروحوا توزعوها قدر الامكان، حتى لو ما قدرتوا توزعوها او تنشروها كما هي، على الاقل اذكروا انه حاول تدخل على وزاره او موقع وزاره الموارد البشريه، حتلاقي ادله تتعلق بمساله السلامه والصحه المهنيه. هذا الكلام تقولون مين؟ تقولوا لاي شخص قريبكم او صديقكم او شخص مقبل منكم او تعرفوه على وظيفه في الموارد البشريه او يبغى يسوي بزنس جديد او او او. لانه طالما انت تبغى تصير صاحب منشاه تفتح سجل تجاري وتفتح ملف في وزاره او في مكاتب العمل التابعه لوزاره الموارد البشريه، لازم تكون مطلع على الاشياء هذه اللي احنا نتكلم عليها، مو بس كممارسه جيده، مو بس عشان الاهداف والفوائد اللي احنا تكلمنا عنها، عشان يا صديقي لا تعرض نفسك لغرامات وتكاليف. غرامات من مين؟ من نفس الوزاره، وحنشوف الان، لانه بيصير تفتيش على هذه الاشياء، وحنتكلم على موضوع التفتيش والمفتش. نشوف النقطة اللي بعدها، الثقافة. احنا تكلمنا عن الكلتشر الخاص بالسلامة والصحة المهنية، وذكرت او اضفت لها كلمة تشوفوها فوق اللي هي الوطنية. احنا نتكلم كمان على مستوى وطني او حتى على مستوى منظمة. ايش هي؟ هي الثقافة اللي يتم فيها احترام حق العامل اللي هو الموظف في هذه المنشأة في بيئة عمل سليمة وصحية على كافة مستويات العمل، كافة المستويات. يعني مو بس الإدارة العامة ما شاء الله تبارك الله كل شيء فيها تمام، مكاتب المديرين تمامي ممتازين كل شيء، لا، حتى المصانع وحتى العمليات اللي تحت تحت تحت. لو جينا في شركة عندها مثلا هايبر ماركت، سوبر ماركتات كبيرة، مو بس مكاتب المدراء ولا الإدارة العامة فيها كل شيء تمام، ونجي للسوبر ماركت نلاقي اللي يشتغلون في الكاشير والناس اللي يرتبون الأرفف اللي نسميهم مارشندايزرز، وهذول كلهم معرضين لأخطار كثير. لا لا لا، لازم تطبق هذا الشيء على كل المستويات، انتبهوا يا جماعة. ومو بس مستويات التسلسل الهرمي، لا، كمان مستويات الفئات الأعمال المختلفة عندك، يعني سواء كانت في إدارة موارد بشرية ولا في إدارة اللوجيستكس ولا في إدارة المبيعات ولا في كل شيء، طيب، سواء كان مكتبي أو ميداني وفي كل التخصصات. طبعاً تساهم الحكومات، هذا بشكل عام عشان كذا قلنا الوطنية، تساهم الحكومات وأصحاب العمل بشكل فاعل في توفير بيئة عمل سليمة وصحية من خلال نظام من الحقوق والمسؤوليات والمهام اللي احنا حنشوفها طبعا توفرها وزارة الموارد البشرية. هذه الثقافة باختصار. ايش الثقافة؟ لما تشوفوا شركة، تروحوا لشركات رائدة مثلا في مجالها، روحوا شوفوا أرامكو، شوفوا سابق، شوفوا شركات رائدة مثلا في مجتمعنا، روحوا شوفوا كيف يتكلموا عن مسألة السلامة والصحة المهنية. ثقافة ثقافة ثقافة، وتلاقوا من توعيتهم ورسائلهم المستمرة أغلب الموظفين يتكلموا بنفس اللغة. كيف كذا؟ موظف في الاي تي، موظف موارد بشرية، موظف في المصنع، موظف، أغلبهم لما تسألهم مثلا عن أسئلة محددة يتكلموا بنفس الطريقة، يمكن تختلف عبارات بس نفس اللغة، نفس الأسلوب، نفس تحسهم كذا سبحان الله كأنهم كلهم نفس البرمجة. كيف وصل هذه المرحلة؟ هذا لما انت تشتغل على ثقافه موظفينك، بتوعيه، برسائل، باشياء كثير، يوصلوا لهذه او لهذا المستوى الرائع من الثقافه. طيب، قلنا التفتيش. مفهوم التفتيش، ايش هو التفتيش في وزاره، تحديدا في وزاره الموارد البشريه؟ هو القيام بالتحقق من الامتثال، بين قوسين، الالتزام بتطبيق قوانين وانظمه العمل المرتبطه بهذا الموضوع اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم، اللي هو السلامه والصحه المهنيه في كل مكان بالعمل. يتلخص الدور الأساسي للتفتيش في أهمية احترام الأنظمة في مكان العمل من صاحب العمل والعامل اللي هو الموظف. طبعاً تعتبر عملية التفتيش من المهام المهمة جداً للوزارة، يعني الوزارة بتركز على هذه المسألة، لأنه مسألة السلامة والصحة المهنية يا جماعة ترى مسألة مهمة جداً. طبعاً الوزارة تطمح في أنه هي تزيد من إمكانيات المفتشين، فإنها تسهم في تطوير هذه الثقافة لوقاية الناس، لأنه هي الوزارة المسؤولة عن هذه الموارد البشرية اللي قاعدة تشتغل في كل القطاع الخاص، فلازم تنظم كل شيء يضمن سلامتهم. فتطمح الوزارة أن تسهم في تطوير ثقافة الوقاية، تعزيز الامتثال، تطبيق أنظمة وممارسة السلامة والصحة المهنية لدى منشآت القطاع الخاص. يقوم بعملية التفتيش مفتشين محلفين مؤهلين، يعني ماشي كذا على ما يرضي الله ورسوله، يعني بالنظام معك خلاص، عنده تشيك ليست، يدخل عندك مكان العمل
تشك تشك تشك، ما في لا واسطة ولا في والله صاحبي ولا صديقي، ما فيها هذه، ما فيها. عشان كذا مكتوب، وحنا في المؤهلين على فكرة، هذه المفاهيم مصدرها وزارة الموارد البشرية، ما هي من عندي ولا هي من مصادر خارجية، هذه من مصدر وطني معتمد. طيب، مين هذول المفتشين؟ مين هم؟ ايش قاعدين يسووا؟ انا بصراحة ابغى، بس يعني ابغى اشوف هل الحاضرين معانا يا جماعة، هل في احد يشتغل في إدارة الموارد البشرية بالذات مهتم بهذه الجزئية؟ يا ريت يسوي لي رايز هاند كذا. هل في احد يعمل في إدارة الموارد البشرية في الشركات؟ شخص او شخصين فقط؟ طيب، هل في اصحاب منشآت معانا؟ هل في اصحاب منشآت او اصحاب عمل يسوون رايز هاند؟ هل في معانا اصحاب منشآت رواد اعمال؟ ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. انتوا اهم، انتوا اللي راح تدربوا الموظفين في اداره الموارد البشريه عندكم. طيب، الله يعطيكم العافيه. هل في احد واجه قبل كذا اي مفتش من مفتشي وزاره العمل سابقا، اللي هي وزاره الموارد البشريه؟ ارفعوا ايدكم اذا في احد مثلا قبل كذا واجه مفتشين جو يفتشوا عن سلامه المكان، السلامه والصحه المهنيه. هل في احد واجه قبل كذا هذه المساله؟ طيب، اوكي، في عدد لا باس، يعني قليل قليل. فيبدو لي انه السامعين اغلبهم لسه ما واجهوا هذه التجربه، وراح يتفاجئوا فيها يوما ما في عملهم او في وظائفهم الجديده. عشان كذا لازم نعرف مين هم هذول المفتشين وش المفروض هم يسوون. تمام، شوفوا عندي من هم مفتشي السلامه والصحه المهنيه، هذه 3 نقاط. هم مفتشين مدربين على تطبيق أنظمة قرارات الوزارة فيما تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مدربين مؤهلين، مو حي يلا أي واحد يلا روح تفضل روح بس فتش، لا، هذا شخص متخصص مدرب عارف الأنظمة باللوائح. وحنشوف الآن في واحد برضو الأشياء اللي حنتكلم فيها، لائحة المادة والنظام رقم كذا، اللائحة رقم كذا، خلاص هذولا يعني ملمين تماما، ما هو شخص تشكك في مستوى معرفته او قدرته او مهارته في القيام بهذه المهمه. هم مفتشين مؤهلين للقيام بتفتيش السلامه والصحه المهنيه. مفتشون يمتلكون صلاحيات نظاميه، يعني هو نظاميا حسب انظمه الدوله والوزاره هو يحق له وعنده كل الصلاحيات اللي تخوله في انه هو يجيك في مكان العمل، سواء كان محل، معرض، مصنع، مزرعه، اي شيء، يعني سواء كان عمل ميداني او عمل مكتبي. فمفتشين تكون صلاحيات نظاميه للتفتيش على مدى الالتزام بانظمه الصحه او السلامه والصحه المهنيه. طيب، ايش يسووا بالضبط؟ او ايش عملهم؟ هم اول شيء يوضحون لكم الانظمه والقرارات المتعلقه بالسلامه والصحه المهنيه في وقت التفتيش، مع انه على فكره هذه الانظمه والاشياء ترى كلها موجوده في نظام العمل. يعني انا متاكد تماما ومن خبره انه في كثيرين ترى منكم ما يقرا نظام العمل، انه يرجع له وقت الحاجه. بينما نصيحتي دائما في اوقات فراغكم، بالذات يا اصحاب المنشات واللي بتشتغلون في الموارد البشريه واللي يبغوا يروحوا لمشاريع جديده، خلوا عينكم على نظام العمل، صفحوه كذا بسرعه، اقراوا الانظمه كذا باختصار، لا تحفظوا شيء، ولكن بمجرد ما عينك تجي على الانظمه كذا وتتصفحها بسرعه، حتعرف انه النقطه الفلانيه هذه لها مرجع في نظام العمل. فلما تتعرض لموقف او تكون مقبل على شيء جديد، راح تعرف انه احد الاشياء المهمه او المراجع اللي لازم ترجع لها عشان تتاكد انه انت بتسوي كل شيء بالطريقه الصحيحه، لازم ترجع لنظام العمل وكل اللوائح والادله الاسترشاديه اللي تختص بمساله السلامه والصحه المهنيه. فهو يوضح لك اثناء التفتيش، بالذات لما يلقى عندك مخالفه، فحيجي يقول لك هذه مخالفه، وخذ تذكره المخالفه، انت عندك مخالفه لانه انت اخليت بالنظام الفلاني او اللائحه الفلانيه. تعرفوا مخالفات نظام العمل لعلمكم ترى لا احد يستهون فيها، يعني هي المساله مو بس مساله غرامات، احيانا يوقفوا لك النظام وهذه مشكله، لا تقدر تستقدم، لا تقدر تسوي، لا تقدر تعمل، السعوده عندك تطيح على طول. تعرف لما تطيح السعوده عندك، فمعليش يعني خلوني انا اخذ هذه المساله لانه شكله اغلبكم، يعني لما سالت عن اصحاب المنشات لقيتهم قليل، ففي كثير من الحضور لسه ما بداوا يسووا بزنس. تعرفوا اهميه السعوده؟ طبعا انا لما اقول سعوده
او يوقف لك النظام، فبالتالي احتساب السعودة عندك ممكن يوقف، ممكن يتعطل، ممكن اي شيء. ترى ايقاف النظام هذا يعرضك لمشاكل كثير. بدون ما يحتسب لك مثلا السعودة، ترى ما تقدر تقدم لا على مناقصات، ولا تقدر تدخل في مشاريع، ولا تقدر تسوي ولا شيء، كل شيء توقف. فالان صار في ربط ما بين كل الانظمه. يا جماعه ترى انتبهوا، لا تستهينوا باللي احنا قاعدين نقوله. مخالفه تستوجب ايقاف النظام قد تعرض عملك للايقاف. فشايفين الى اي مرحله قاعد اقول لكم ترى الاشياء هذه مهمه. مو بس كذا، انه مو بس هو وقف لك النظام، في بعض المخالفات لو شافوها وتعرض العنصر البشري للخطر، او تعرض الممتلك او المكان بشكل عام، مو بس مكانك، ممكن تعرض الاخرين، جيرانك، الشركات اللي جنبك، او المجتمع، الشارع اللي انت فيه، اي شيء. ترى ممكن يغلق مكانك، هذا المكتب حقك كله يغلق الين ما تروح تصلح وتعدل ويرجعوا مره ثانيه يتاكدوا ان كل شيء تمام. فتخيلوا حجم المخاطر اللي انتم بتتعرضوا لها بمجرد انكم بس تهملوا الاطلاع على هذه الانظمه. عشان كذا بقول لكم انتبهوا، هذه مساله هامه على فكره. الى الان بس انا ماني شايف في الكيو ان اي في أسئلة أو رغبة في المشاركة، فانتبهوا. يعني أنا دحين بعد شوية حقول لكم يلا مين يبغى يسأل مثلا سؤال، أو يحب يشارك بشيء صار معاه، أو بموقف، أو بممارسة جيدة أو سيئة، ياليت الآن، لأنه خلاص بعد شوية حبدأ أتيح المجال، وبعدين ندخل في موضوع تاني، وبعدين نتيح المجال مرة أخرى على أساس أنه بس نكسر هذا الروتين. وأنا كمان أبغى أشرب موية يعني. فاجهزوا، اكتبوا أسئلتكم أو رغبتكم في المشاركة من الآن في خانة الـ Q&A. طيب نرجع نكمل بس الجزئية هذه الأخيرة في البرزنتيشن حقنا، وما هي الأخيرة لليوم. طبعاً أنا كنت بتكلم على هنا على المفتشين الصحة والسلامة المهنية. برضو يعني بشكل عام في أحد الأدلة المهمة اللي أنصح أنكم ترجعون لها، وكاتب لكم إياها، هذا دليل. شوفوا نحط لكم حتى صورة الدليل. هذا الدليل يبين إيش الوضع الراهن والمستقبلي للسلامة والصحة المهنية، وإيش يعني هذا الكلام. يعني الوضع الحالي إحنا اليوم كبلد يعني، وكممارسات للقطاع الخاص من واقع تجربة وزارة الموارد البشرية، وين وصلنا الآن؟ إيش عندنا الآن من أنظمة؟ إيش عندنا أشياء تساعدنا؟ إيش اللي قاعد يصير؟ وين وصلنا؟ إيش قاعدين نخطط؟ فيعطيك في هذا الدليل إيش الوضع الراهن، ويعطيك كمان في الدليل إيش الوضع المستقبلي والخطة اللي تسعى وزارة الموارد البشرية فإنها توصل لها. فأنت سواء كنت كمتخصص في الموارد البشرية أو كصاحب عمل أو مقبل، لازم ضروري تفهم الحالي والمستقبلي. الحالي لأنه يتعلق بعملك الحالي، فتفهم إيش الأنظمة والقوانين اللي مطبقة الآن، واللي لو أنت أشياء ما سويتها ممكن تتعرض لغرامات، مخالفات إلى آخره. المستقبلي عشان تعمل حسابك إيش اللي حتسويه مستقبلاً، خصوصاً إنه في عندهم الحد الأدنى من تطبيق السلامة والصحة المهنية، وحاط لك كذا أنواع وفئات كثيرة. كان ودي بصراحة أذكرها، بس يعني في أشياء أبغى أذكرها اليوم وأتطرق لها أكثر، بس أبغاكم تقرأوا عن هذا الموضوع. فإذا أنت شغال في مجال الفندقة، إذا أنت في مجال المطاعم، إذا أنت في المقاولات البشرية، في المقاولات المعمارية، الموارد البشرية ماخذة عقلي اليوم، معلش. إذا أنت بتشتغل في المقاولات، بتشتغل في مجالات كثيرة، يقول لك كل مجال وإيش المجال اللي المفروض تطبق فيه الحد الأدنى أو الحد المتوسط من لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وإيش يعني الحد الأدنى، إيش يعني حد متوسط، وكمان في عندهم حد متقدم هذا راح يتطبق مستقبلاً، وراح طبعاً يستهدف به أشياء معينة. كل اللي قاعد أقوله هذا يستدعي القراءة، عشان كذا أنا وضحتها لكم، وقاعد أقول لكم إيش الأشياء اللي أنصحكم تشوفوها وتقرؤوها. هذا الدليل مهم. وين نلقاه في موقع وزارة الموارد البشرية بكل سهولة. اكتب في جوجل، اكتب وزارة الموارد البشرية الصحة والسلامة المهنية، بس اكتبوا كذا، تطلع لكم صفحة فيها أدلة وأشياء كثير. فهذا الدليل مهم جدا. في كمان يعني الدليل هذا برضو يعني يورينا التوجه الاستراتيجي. ما حتكلم يعني، شايفين أكيد الصورة هذه صعبة لناس كثيرين. مين قد شاف كذا خرائط استراتيجية زي هذه؟ لا، وروني كذا، أبغى أشوف
مين متعود على هذا المنظر من الخرائط الاستراتيجية اللي احنا حطيناها؟ ما شاء الله تبارك الله، واو، ما كنت اتوقع صراحة هذا العدد، كنت اتوقع انه ولا احد. طيب ما شاء الله، خلاص الله يعطيكم العافية. اللي حضر معانا دورة التخطيط الاستراتيجي بالذات اللي احنا القيناها في اسبوع ادارة الازمات، تكلمت عن انه في الخطة الاستراتيجية عادة تكون من صفحة واحدة عبارة عن رسم فيها كذا زي الشكل الهرمي، مكتوبة فيها انه يعني ايش نبغى نوصل لايش فوق، وتحتها الاشياء اللي تسهم وتساعد في ان احنا نوصل لهذه الاستراتيجية. ما حتكلم عن هذه عشان لا اشتت انتباهكم، ولكن بس اتذكروا هذا المنظر، يعني هذا المنظر اسمه خريطة استراتيجية. ففي الدليل مكتوب طبعا ايش التوجه الاستراتيجي، وكل هذه المعلومات او هذه الخريطة لها تفسير مكتوب لوين نبغى نروح مستقبلا في هذه الجزئية. طيب برضو في هذه طبعا مقتبسة من نفس الدليل اللي هي أثر النظام الوطني اللي نطمح في الوصول له، شايفين هنا، شايفين في الخريطة نبغى نسوي وطني، شايفين قبل الأخير، قبل السياسة الوطنية في نظام وطني للسلامة والصحة المهنية. هذا النظام الوطني إيش الأثر اللي راح يعني يعكسه لنا؟ راح يوفر لنا باختصار، يعني راح يوفر لنا لا حد يقرب بالله رجعنا، بس ركزوا معي أنا بس أقرأ خلاص، بس اسمعوني. راح يوفر لنا بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية السعودية، تمام؟ فكل ما كان المكان آمن ومريح وجميل ومطمئن، راح يخلي أخواننا وعيالنا وأصدقائنا كلهم مقبلين على العمل في الجهات اللي تلتزم وتوفر بهذا الشيء. طبعاً راح تخلق وظائف جديدة، يعني وظائف جديدة كيف يا أخ بندر، يعني كيف راح تخلق وظائف جديدة؟ السلامة والصحة المهنية تستلزم أو تتطلب أن يكون عندنا مسؤول، بالذات الشركات اللي هي خلاص الرائدة اللي قاعدة تكبر، اللي قاعدة تنمو، بدأ يصير فيه عدد موظفين كبير، تتطلب وجود مسؤولية سلامة وصحة مهنية. يعني هذه وظائف مهمة جدا. في وظائف زي كذا، راح تطبيق هذه أو هذا النظام راح يخلق لنا وظائف راح الناس يتخصصون فيها. وعلى فكرة في البداية كنا قلنا هو علم، والعلمكم ترى فيه شهادات مهنية في هذا المجال، راح تعزز الإنتاجية، وتكلمنا عن هذا الموضوع إنه راح ترفع من الأداء بشكل ملموس وجيد، راح تقلل من إصابات العمل، برضو تكلمنا عن هذا الموضوع، وهذا شيء ممتاز. يعني مين ما يبغى إنه يكون عنده إصابات عمل صفر في مكان عمله؟ ما حد يبغى بصراحة أي أحد يصاب في مكان عمله. راح تقلل من تكاليف إصابة حوادث العمل، سواء على مستوى المنشأة أو على المستوى بشكل عام المجتمع. فهذا الأثر بشكل عام، هذه مقتبسة من نفس الدليل. أنا قاعد أوريكم بس قديش الدليل فيه معلومات، فيه استراتيجيات، فيه أشياء الآن مستقبلاً، فأنصحكم بأنكم تشوفوا. طيب إيش الخطوات اللي إحنا يعني مطلوبة مننا، أو الخطوات الأولية في تحسين واقع السلامة والصحة المهنية بشكل عام؟ كيف نساهم إحنا في هذا الشيء؟ طيب شوفوا، برضو هذه مقتبس طبعاً مصدر اللي هي وزارة الموارد البشرية. هذه خطوات أو خطوات أولية أنا حاططها في 1 2 3، خلونا نأخذها كذا على السريع. وإحنا بنأخذها أتمنى شوفوا هذا، يعني هذا آخر شريحة أنا قاعد أشرح الآن، بعدها حوقف أخذ أسئلة وحاخذ مشاركات من الناس اللي عندهم ممارسات جيدة أو ممارسات سيئة، وعندهم سؤال على سيناريو صار معهم بس حابين إنهم يشاركوا فيه بشكل صوتي، مش فيديو، صوتي فقط. بس راح نختار، يعني راح أشوف في الـ Q&A إيش الأشياء اللي تنطبق أو تتعلق مثلاً بموضوع اليوم، وراح نختار منه سواء كان سؤال أو مساهمة أو رغبة بالمشاركة. تمام؟ نرجع للخطوات الأولية، كيف نساهم في يعني تحسين الواقع اللي إحنا عايشين فيه فيما يخص السلامة والصحة المهنية. أول حاجة الالتزام بالوقاية، يعني الالتزام بالوقاية بشكل عام في كل شيء، وقاية العناصر البشرية، وقاية العناصر المادية، الالتزام بالوقاية. فمكتوب جعل السلامة والصحة المهنية هدف استراتيجي، يعني لا تقعد تخطط للبزنس حقك وأرباحك وزيادة موظفينك وزيادة عدد الفروع وأنت ناسي في خطتك الاستراتيجية كيف تضمن سلامة وصحة العاملين وسلامة المنشآت وكمان البيئة. تمام؟ فهذه شغلة مهمة، وإذا تتذكروا بالذات اللي حضروا الأسبوع الماضي دورة اللي تكلمنا فيها عن الجودة لاستدامة الأعمال، ترى ذكرنا جزئية البيئة المجتمع، ترى كانت كمان واحدة من الأشياء المهمة اللي إحنا لازم يعني ننتبه لها.
فجعل سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة هاجس يعني كل الأعضاء مجلس الإدارة اللي قاعدين يشتغلوا على الاستراتيجية أو حتى المديرين. خلاص، هذا الالتزام بالوقائع. رقم اثنين، وهذا موضوع مهم جدا، الاجتماع والتحاور مع الموظفين. يا جماعة، شايفين رقم اثنين؟ يا جماعة، لا حد يشتغل لوحده، لا حد يشتغل لوحده، لا تشتغل لوحدك، لأنه مو أنت اللي قاعد تشتغل في المصنع، لا تشتغل لوحدك، لا أنت يا مدير أو يا رئيس القطاع يهيأ لك أنه أنت تفهم كل شيء. وحتى لو يوم من الأيام كنت تشتغل في هذه الوظائف أو كنت تشرف عليها، ففي بعض المديرين يقول أنا اشتغلت، أنا كنت أشتغل في المصنع، خلاص أنا عارف. لا، أنت مو عارف. تدري ليش؟ لأنه اليوم اللي في المصنع مختلف عن اللي على أيامك، اللي أنت واجهته كمان حتى لو هو نفسه اللي اليوم على أيامك، اللي أنت اشتغلت فيه أو اللي واجهته غير اللي قاعد يواجه الموظفين الآن. قد تكون أحد المشاكل مثلا في أحد المستودعات أو المختبرات اللي تتطلب مثلا درجة حرارة معينة لأجل سلامة المواد وسلامة العمليات، ممكن يكون المكيف فيها خربان، أنت مو داري، وقاعدين تاخذوا الملاحظات الموظفين من باب انه هذول قاعدين يتدلعوا وهذول لا يا حبيبي، هذا ممكن يكون احد الاشياء اللي قاعد تعرض الموظفين والمكان بالكامل للخطر، بس انت مو منتبه. فلازم نجلس على طاولة حوار مع اصحاب يعني الصلة المباشرة بالعمل اللي يقومون فيه، ونسمع منهم ونسمع عن المخاطر اللي تواجههم، ونسمع عن تجاربهم، ونسمع كمان ايش الاشياء اللي توفر لهم الأريحية والبيئة المناسبة لهم عشان يقوموا بعملهم بأفضل طريقة ممكن. أخلوها في بالكم، لا تشتغلوا حالكم، اشتغلوا مع الموظفين، شيء ضروري. رقم ثلاثة، التطبيق العملي لخطط وآليات السلامة والصحة المهنية. التطبيق العملي مهم جدا، بالذات لما احنا نسوي خطة، نسوي سيناريو، بعدين نقعد نجرب هذا السيناريو، بعدين نطبق، نجرب احيانا خطط الطوارئ، نسوي لها سيناريو ونطبق في يوم من الايام، نسوي تطبيق. فهذه الاشياء مهمه جدا. فتخطيط السلامه والصحه المهنيه على مستوى المنشاه واعتماد اليات مثل تقييم المخاطر ووضع انظمه للتنفيذ والتدقيق والتطوير والتحسين المستمر. رقم اربعه، نشر اكبر لثقافه السلامه والصحه المهنيه. وهذه انصح الجميع في انهم يشوفوا تجارب الشركات والمنظمات الرائده في مجتمعنا. يعني مو بس تقرأ وتشوف الأنظمة وتشوف الأشياء المكتوبة، تواصل 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 مع الجهات. وعلى فكرة هذه الجهات مرحبة دائما 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 في أنها تعلم الآخرين. أتذكر في مرة من المرات، ومع أنه كنا شركة كبيرة، يعني شركة كبيرة وضخمة، ولكن سوينا مبادرة، وقلنا في المبادرة هذه أنه إحنا نستضيف الشركات الأخرى تردد في انه مدير عام الموارد البشريه ورئيس قطاع ونائب الرئيس لهذيك الشركه الضخمه اللي تلاقي فيها يمكن 40 الف موظف، شايفين الحجم، انه يجينا بنفسه لهذه المبادره ويقول لنا بكل شفافيه هم ايش سووا لاجل يضمنوا سلامه وصحه كل شيء، الموارد البشريه والممتلكات والبيئه وكل شيء. ليش؟ يعني المفروض يكون خيرنا البعض، يعني هذا الشيء فيها سلامة الناس، هذا الشيء بيعكس شيء جيد للمجتمع، فليش لا؟ إذا أنت عندك تجربة جيدة أتيح المجال للآخرين أنك تعلمهم من تجاربك الجيدة، بالذات في هذا الشيء لأنها راح تنفع الآخرين. لأنه الآن أنت عندك البزنس هذا، ترى أخوك بيشتغل في شركة ثانية، طيب، وأختك بتشتغل في شركة أخرى، وأصدقائك بيشتغلوا. فلما إحنا نوزع هذه الثقافة وهذه الممارسات الجيدة، ترى بننفع أحبابنا وأصدقائنا وقرايبنا وكل المجتمع بهذه الممارسات الجيدة. عشان كذا لا تترددوا في أنكم تطلبوا من أي شركة رائدة أنها تعلمكم. في بعض الشركات تقول لك الله حييك، تعال عندنا، تفضل في مكان العمل، وإحنا راح ناخذك كذا في تور، يعني ناخذ بك كذا في دورة سريعة نوريك كل شيء. يعني تخيل أنه أنت مثلا تبغى تسوي مصنع، تبغى تسوي شيء حتى لو كان مصنع صغير، ليش لا؟ روح للشركات الرائدة اللي عندها هذا الشيء ويقول لهم لو سمحتوا أبغى أتعلم، يعني أنا أخوكم الصغير أبغى أسوي لي مصنع صغير وأبغى أتعلم منكم. تدري أنت بهذا السؤال قد تفتح لنفسك المجال أنه والله يعجبوا فيك ويعجبوا بشخصيتك واهتمامك ويقولوا لك حي تعال إحنا نعطيك فرص، أو يلا إحنا نشتري منك خط إنتاج كامل،
أو يجيبوا لك عملاء، فما تدري سبحان الله. يعني الممارسات الجيدة دائما دائما تفتح لأبواب فرص ما تتخيلوها يا جماعة الخير. نرجع بس لآخر جزئيات في البرزنتيشن، نبدأ ناخذ الأسئلة والمشاركات. جمع المعلومات وتوثيقها وتحليلها، طبعا هذه شغلة مهمة جدا، ان احتفاظ معلومات بيئة العمل، تحليلها لتطوير بيانات ساعدك على توقع افضل الممارسات للسلامة والصحة المهنية. من فين هذه المعلومات ناخذها؟ من الناس اللي شغالين على رأس العمل، ايش قاعد يصير معاهم، ناخذ المعلومات اول باول، يكون عندنا تقارير، يكون عندنا حتى لما نسوي شيء نشوف الاثر، مثلا شيء مثلا يضمن سلامة الناس. اعطيكم على سبيل المثال الان في ظل مثلا انتشار الامراض، الله يكفينا ويكفيكم الشر، تمام؟ لما اعطي هذا مثال بسيط جدا، لما مثلا الحضور الانصراف يكون بجهاز البصمه، الان هل تتوقع الموظفين يرتاحوا نفسيا؟ بالذات اللي ما زالوا على يعني وظائفهم الحاليه تتطلب وجودهم. يعني صار في حظر كامل لكثير من المدن والمحافظات في المملكه، ولكن في وظائف مستثناء يعني تعتبر من عصب الحياه لخدمه المجتمع، بالذات الناس قاعده في البيت. هذول الناس اكيد عندهم حضور انصراف وعندهم زياره لمقر العمل الى اخره. لو كان عند الحضور بالبصمه، تتوقع الموظف حيبصم؟ تتوقع انه حيبصم وهو مرتاح نفسيا؟ لا. فلما نغير تغيير بسيط جدا، وبدل البصمه مثلا نخليها بصمه العين، او نخليها بالطاقه كذا، يعني بدون ما تلمس او تقرب. لما نسوي حاجه زي كذا، خلونا نقيس الاثر، خلونا نسمع الموظفين كيف ارتاحوا لما احنا سوينا لهم حاجه زي كذا، خلونا نشوف الفرق في الاداء، خلونا نشوف الفرق في الحضور والانصراف. هذه كلها معلومات نجمعها عشان نعرف كل شيء احنا سويناه ايش اثره. هذا بس معلومات نجمعها عن شيء احنا سويناه، فما بالكم عن معلومات نجمعها عن مسببات المخاطر، اشياء معلومات نجمعها عن اشياء لا سمح الله ممكن تسبب لنا مخاطر. هذه اشياء كلها انصحكم فيها عند جمع المعلومات. التعاون ومساعدة مفتش السلامة والصحة المهنية، هذا شيء مهم جدا. ولا يعني في للأسف بعض الممارسات السيئة اللي هم يحاولوا يلتفوا حول النظام، يحاولوا انه ما يساعدوا الشخص هذا في انه يشوف الاشياء. معليش انا عارف انه في مخالفات وعارف انه في اشياء، بس ممكن يجيك المفتش يشوف اشياء، يفتش يخلص التفتيش وبعدين يجي ماشي سواء اعطاك مخالفه او لا. بس لا بأس اساله، طب معليش انا بس عندي شغله كذا والله ماني متاكد منها، ممكن تفيدني؟ او انك تتعاون معاه في انه فعلا يشوف، او انك تتعاون معاه مو بس كصاحب عمل، حتى كشخص في المجتمع انك تسهل وتتعاون معاه بشكل عام. فالتعاون مع تفتيش السلامه والصحه المهنيه طبعا بيساعد هذا الشخص لانه مسؤول حكومي، بيساعده لتاديه واجبه ويقوم بعمله. طيب نوقف هنا، ناخذ بعض الاسئله وناخذ بعض الاستفسارات، وطبعا في عندنا اشياء كثير ممكن نتكلم فيها، فانا طبعا مجهز لكم اشياء مره كثير، كل ما بيبقى معنا وقت كل ما ناخذ اكثر، وبرضه يعني نعطي المجال للناس اللي حابين يسالوا استفسار. طيب خلوني اشوف الـ Q&A ونشوف ايش في ممكن بعض الاسئله وبعض الاستفسارات، وبعد كذا نكمل بقيه هذا. طبعا زي ما قلت لكم ارجوكم اي شخص وده يسال اي شيء يخص الدوره او اي شيء يتعلق بها، رجاء يروح للشات في قائمه الانالستس اللي هم زملائنا، يوجه لهم هذا السؤال، ويا ريت نخلي بس القائمه هذه لاسئله تتعلق بالدوره. طيب في سؤال، وكنت اتمنى اللي يبغى يكتب بس سؤال يكتب قبله سؤال ويحط سلاش بس عشان نعرف الفرق ما بين السؤال وما بين الرغبه في المشاركه. طيب في سؤال يقول كيف نظام السعودة في المنشآت متناهية الصغر، يعني مثلا محتاج عاملين؟ هذا النظام السعودة موضوع مختلف تماما، ولكن انصحك او انصحك نعم لانه كاتب ما كتب اسمه انا لمس اتندي، انصحك او انصحك فانكم تشوفوا الادلة والاجراءات الخاصة بالسعودة، لانه كل فترة ترى تتحدث. فاللي يفهم في السعودة السنة اللي فاتت انصحه مرة ثانية يرجع للادلة ويقرأ فيها هذه السنة، لانه قاعده تصير تحديثات واشياء جديده اول باول، مع انه غير متعلق بالموضوع ولكنه سؤال جيد يعني بشكل عام. هل في نموذج او دليل رسمي من وزاره الموارد لخطط الاخلاء في المنشآت؟ نعم، في كثير من الادله الاسترشاديه لخطط الطوارئ والاخلاء وكل شيء. يعني لدرجه انه الجماعه هذول سووا لكم نماذج كذا، خلاص نموذج جاهز تمبليت تحط فيه بس اسم الشركه وتحط اللوجو وكل شيء، وخلاص يساعدك في انه انت ما يحتاج لا توظف مستشار ولا شركه مختصه، خلاص انه انت عشان تسوي الدليل هذا.
فالدليل هذا ستاندرد، هم سووا لك اياه، اقول لك هذا دليل مقترح جاهز باحسن الممارسات، حط اللوجو واسم المؤسسه وكل شيء وللشركه، تقدر تستخدمه كدليل توزع الموظفين على اساس انه انت تضمن من اول يوم تشتغل في سلامه او السلامه والصحه المهنيه في مكان العمل. هل في فرق ما بين او اتش اس ولا او اس اتش؟ طبعا في جهات كثير طبعا، يعني لو قلنا organizational safety and health ولا قلنا organizational health and safety، هي كلها تقريبا نفس المصطلحات لنفس الموضوع، فحتلاقوا ناس يستخدموها كذا وناس يستخدموها كذا. ففي حال انه انتم ما انتم عارفين ايش معنى هذا الاختصار، يعني في واحده من الدورات السابقه اللي انا نبهت على شغله مهمه جدا وبكتب لكم اياها هنا، خليني اكتبها يعني توجه لكم كلكم، اكتبوا دائما what does، وحطوا بين قوسين ايش الاختصار واكتبوا stand for. ان شاء الله بس ما يكون فيه اخطاء مني على السريع اكتبها. What does بين قوسين اي شيء stand for. فكلمه OHS تقدر تكتب كذا تنسخ، هذه بالنسبه للناس اللي لغتهم الانجليزيه ضعيفه، ترى ما يحتاج ان انت يعني لازم تتعلم اللغه الانجليزيه عشان تكون ملم بهذا العلم، تقدر الان تلم به في اشياء مختلفه. What does حط بين قوسين اي اختصار OHS ولا OSH ولا اي شيء اخر، وبعدين اكتب stand for، كلها خذها كجمله حطها في جوجل بيعطيك من الاخر، امسك الكلام انسخه حطها في الترانزليتر او في جوجل ترانزليت وبيعطيك العلم من الاخر. طيب في سؤال من الاخت ابتهاج تقول انا في التطوير المؤسسي والتنميه المستدامه قدمت تطوير في المجال او الصحه والسلامه لاحد المنشات التجاريه وقوبل بالاستهتار، فماذا اعمل حيال ذلك؟ والله هذا سؤال مهم جدا، يعني يا جماعه المساله ترى مساله جديه، تستهتر بسلامه الناس؟ تستهتر بمنشاتك انت، وتستهتر بالمباني، بتستهتر بالمجتمع، البيئه؟ لا، هذا الموضوع مو استهتار يا جماعه، او بالنسبه للاخت تحديدا حتى وللكل. وضحوا للاداره المعنيه عندكم، وحاولوا كمان تاخذوا بعين الاعتبار الناس المسؤولين انه هذا الشيء بيسبب خطوره كبيره للمنشاه اللي انتم فيها. قبل ما تطوروا شيء بنفسكم نصيحه، طوروا لائحة بنفسكم، ارجعوا للوائح اللي معدتها لكم وزارة الموارد البشرية واستعينوا فيها في انه انتم تخاطبوا فيها مدراءكم او الناس المختصين عندكم في المنشأة على اساس انه يعرفوا هذا الشيء مو من عندك، هذا شيء من الحكومة من الدولة، فهنا راح يعرفوا انه الموضوع ما هو موضوع لعب، بالذات لو في حملات تفتيشية. على فكرة يعني انت كون انه انت منشأة قائمة وما جاك مفتش مو معناه انه ما حيجيك بعدين، ترى الوزارة ما شاء الله قاعدة كل ما لها تبني وتزيد من الإمكانيات في هذا الجانب، لأنه كان عندها أشياء كثير قاعدة تشتغل عليها في السابق، فالآن أتوقع أنه راح يشتغلوا على هذه المسألة بشكل جدي وبشكل كبير، بالذات بعد انتهاء الأزمة الحالية راح تشوف، ترى راح تشوف الكثير من الاهتمام، وتشوف التطور يا جماعة يعني كبير بإذن الله تعالى، فانتبهوا لهذه المسألة. أنا شايف أنه كل اللي موجود أسئلة، ما عندنا أي أحد حاب يشارك. طيب أنا ممكن الآن أكمل معاكم في البرزنتيشن وأكمل الأسئلة في آخر الجولة هذه. شوفوا ترى كاتبين لكم، يعني أي أحد عنده استفسارات إدارية ترى كاتبين لكم الزملاء، أي أحد يبغى يرجع يرسل على الإيميل هذا وكذا، على أساس إنه بس نوفر الوقت على الناس اللي بيكتبوا في الكيو إن إيه، أي أسئلة ما لها علاقة بالموضوع أرسلوها يا على الإيميل أو روحوا للإخوان في البانلست هم يجاوبوكم. تمام؟ بكمل البرزنتيشن، في جزئيات جميله كذا بصراحه اتطرق لها، واللي عنده مشاركه ترى مرحب فيه، اللي حاب ياخذ المايك يتكلم يقول ممارسه مشاركه ترى مرحب فيه، واللي عنده سؤال وده بس نقرا ونجاوب عليه اهلا وسهلا. وعلى فكره يا جماعه ترى ابغى اقول لكم شيء، يعني دائما اقوله في كل دوراتي التدريبيه سواء في قاعه تدريب او في قاعه افتراضيه زي هذه، هذه بيئة عمل آمنة. إيش المعنى؟ أنه لا تخاف أو لا تخافي، تسأل سؤال، تتلعثم، تلخبط، تكح، ما عرف تسأل السؤال ترجع تسأل مرة ثانية، لا تخاف أو لا تخافي، هذه بيئة عمل آمنة، إحنا من خلالها جايين نتعلم، جايين
نتطور لا بأس، نقدر نخطئ. أنا شخصيا أحيانا بتكلم وأتلعثم وأتلخبط، فلا بأس. أنا بأكد لكم 100% إنه هذه البيئة الافتراضية اللي احنا فيها هي بيئة عمل آمنة 100%، فلا بأس إنه احنا نخطئ ونكرر ونعيد، على أساس إن احنا كلنا مع بعض نتعلم. فاعتبرونا هنا أصدقاء كذا قاعدين نناقش موضوع في البزنس، فأي حد بيشارك لا يستحي يقدر يشارك، خصوصا لو عنده أو عندها موقف صار في العمل زي الموقف اللي قالته الأخت. كان ودي بصراحة إن هي تطلب مشاركتها وإنها تعطينا كذا نبذة بصوتها وتحكينا لمدة دقيقتين إنه إيش اللي قاعد يصير معاها وإيش التحدي اللي هي بتواجهه، لأنه هذا الشيء ترى في كثيرين ممكن يواجهه. تمام، يلا أترك لكم المجال تكتبوا في الكيو ان اي. نرجع للبرزنتيشن. طيب، في اشياء تخص برضو السلامه والصحه المهنيه في منشات القطاع الخاص، واحد المواضيع المهمه اللي هي اسباب حوادث العمل. ففي حوادث او عوامل غير شخصيه وعندنا عوامل شخصيه. طبعا العوامل الغير شخصيه اللي ما لها علاقه بالاشخاص، يعني ما هو شيء الاشخاص يسووه، عندك الالات اللي فيها عيوب، عندك الالات اللي هي ما هي مثلا محصنه او ما هي يعني ما هي معده للاستخدام بشكل جيد، او ما فيها سيفتي، يعني السيفتي اللي فيها اللي هو الامان او عناصر الامان في الالات هذه ما هي محصنه بشكل جيد. التخزين بشكل سيء، بالذات التخزين والتكديس في المستودعات وفي غيرها بيسبب مخاطره كبيره. الاضاءه الغير مناسبه احيانا تعرض الناس للخطر، فانهم لا سمح الله ممكن ينجرح، ممكن يطيح في مكان، او ممكن يتعرض للخطر او يطيح شيء عليه. بيئه عمل المناخ بشكل عام حقها غير ملائم، طبعا هذا يعني عدد امثله كثير جدا، او بيئه عمل ذات تهويه غير مناسبه او ضوضاء، فهذه يعني كلها تسبب حوادث للعمل. طبيعه الوظيفه نفسها، ممكن الوظيفه نفسها تكون خطره جدا، وما ما عندنا عوامل مناسبه تساعدنا في تجاوز هذا الخطر. طبعا هذه العوامل الغير شخصيه. العوامل الشخصيه، الخبره، يعني خبره الموظف نفسه في مكان العمل سواء كان وظيفته اداريه او ميدانيه. وتشوف هنا برضو يعني زي ما قلنا هذه المصدر او وزاره الموارد البشريه، فهم يستخدموا عباره العامل. هذا مو معناه انه فقط العامل اللي يعمل في مكان ميداني، كلمه عامل برضو زي ما قلنا تشمل الموظف. انخفاض الخبره، الخبره بحد ذاتها قد تكون سبب في حوادث العمل. عدم ارتداء وسائل السلامة برضو سبب مهم، فإنه بيعرض الناس للخطر، بالذات في الوظائف اللي تتطلب إنه يلبس الأفرول ويلبس الهلمت أو الخوذة، وفي بعضها يلبس نظارات مخصصة، في بعضها يلبس جلوفز. ففي لكل وظيفة أو كل وظيفة طبيعتها تتطلب إنه الواحد يعني يرتدي وسائل سلامة معينة. عدم الالتزام بتعليمات السلامة مثل منع التدخين، يعني فلما شركه معينه تقول لك او جهه معينه ممنوع التدخين، لان التدخين لا سمح الله ممكن يؤدي الى حريق، مو بس لانه لاجل نفس الدخان يطيح على مكان فينحرق، ممكن المكان يكون فيه غازات، ممكن يكون فيه مسببات كثير لنشوب هذا الحريق. القاء ادوات المواد في الطرقات، يعني هذا احد الممارسات السيئه اللي فعلا تعرض لخطر، ممكن الواحد يتزحلق يطيح يتعور. التشغيل بسرعه غير امنه ممكن برضو، لانه بالذات في المصانع وفي جهات يعني اماكن انتاجيه كثيره برضو في سرعه محدده لازم ننتبه لها. التسبب في عدم فعاليه الاجهزه اما بتحريكها او تعديلها، هذه طبعا من قله الخبره. استخدام اجراءات غير امنه في التحميل او التجميع، بالذات اللي يشيلون مثلا بضائع ويحملون مثلا، يعني مثلا نلاقي بعض السيارات الصغيره هذه اللي احنا نسميها دباب، احيانا تلاقيه محمل قديش فوق السياره بما يعرض يعني اللي حوله كلهم للخطر، او اي وسائل توصيل، او حتى على مستوى الافراد، يعني ممكن يشيلوا اشياء بكميات ممكن تعرض الاخرين وتعرضهم هم بعد للخطر. المبالاه، التشاجر والمزاح، يعني الاشياء هذه كلها تعتبر سلوكيات سيئه او عوامل شخصيه قد تكون احد اسباب حوادث العمل. طيب، ايش التكاليف اللي ممكن تسببها حوادث العمل؟ إصابات العمل، إصابات العمل طبعا لا سمح الله هذه كلها تكلفة، يعني مو شرط انها تكون تكاليف فلوس، يعني ممكن تكون تكاليف الأرواح، فقد الأرواح أو العهاد،
تعرض أسرة العامل لعواقب اجتماعية وخيمة، أو الموظف طبعا تكاليف مباشرة، تدريب أو تعيين فرد جديد بدلا للمصاب، لما واحد يصير له إصابة هي نبقى واحد بديل، فهذه تكلفة يعني، أو يعني بتواجهك أنت يا صاحب العمل. انخفاض معدل الإنتاج أكيد، لما يكون عندي عدد معين من الناس اللي شغالين وكنت معتمد على هذا العامل أو هذا الموظف وصارت له إصابة بسبب حادث في العمل، حينخفض الإنتاج لأنه أحد الأفراد ما هو موجود. مصروفات العلاج والعناية الطبية يعني برضو هذه أشياء برضو بتكلفك، حتى لو عندك تأمين طبي، التأمين الطبي ما بيعطي كل الناس تغطية 100%، أكيد في نسبة بيدفعوها وأكيد برضو بترفع لك معدل استخدام البوليصة التأمينية. في أشياء كثير تترجم على أساس أنها تكاليف بسبب إصابات العمل، تكاليف غير مباشرة، الوقت الضايع لتحرير الأسباب، قديش بتضيع من الوقت عشان لما يصير عندك حادث تقعد تحقق وتشوف وتروح، وأحياناً كل الناس تدور علاقة لازم لازم تحقق معاهم. وخلوني أعطيكم بس مثال سريع لأحد الأمثلة اللي أنا مريت فيها بشكل شخصي لممارسة سيئة. يعني الآن لما يصير عندك حادث في العمل، أحد الأمور الهامة اللي تسويها مع أنها بتضيع الوقت زي ما قلنا، عشان كذا لازم تضمن إنه ما يكون عندك إصابات عمل، كل ما كان إصابات عمل عندك أقل كل ما وفرت كثير من الوقت. لكن هذه أحد الأمثلة، أنه كانت في أحد الشركات اللي كنت أشتغل معها تعرضت أو تعرضنا لحادثة، حادثة كبيرة. كانت الشركة يعني تعمل في مجال محدد، المجال هذا في مباني وفي أشياء، ففي أحد الأدوات أو الكرينات طاحت تسببت في وفاة العامل اللي بيشتغل عليها. ف للأسف المسؤول الأول في الشركة اتخذ قرار ما يعني ما أخذ في عين الاعتبار أنظمة العمل، فإنه لازم يحقق، فهو اتخذ قرار بفصل مدير السلامة. فهذا الشيء طبعا عرض الشركة لخسائر قربت على يعني رقم بستة أصفار، رقم بستة أصفار يعني بتتكلم على مليون وانت طالع. فليش؟ لأنه هذا الشخص كان عقده محدد المدة وراتبه عالي، فكون أن أنت تفصله بالطريقة هذه راح يخالف أنظمة العمل. بالإضافة أنه بعد ما سوينا التحقيق اكتشفنا أنه ما له علاقة في هذا الجزئية هذه أو هذا الأداء أو هذه المخاطرة، لأنه كل الإصابة والمسؤول عنها كان الشركة المشغلة وليست الشركة اللي يعملوا فيها هذول الناس. يعني مش الشركة اللي اتفصل فيها هذا المدير، الشركة المشغلة هي المسؤولة. فالزبدة لازم دائما لما تصير عندنا إصابات، تصير عندنا أشياء، تصير عندنا حوادث، لا تتسرعوا في الحكم على من المخطئ وتروحوا تفصلوه أو تتخذوا بعض القرارات السريعة. لازم نرجع لأنظمة العمل فيما يحق يعني فيما يختص أو يتعلق بالتحقيق في هذه الواقعة، على أساس أنه نعرف من المسؤول ونروح نراجع الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات ونتأكد 100% أنه هذا هو الشخص المسؤول قبل ما نحاول أن احنا نتصرف أي تصرف أو نعاقب أي عقاب. هذه مسألة مهمة، يعني هذه بس جاية في إطار التكاليف اللي ممكن تسببها حوادث العمل حتى في اتخاذ قرارات خطأ. طبعا التوقف الوقتي للعمل ممكن في بعض المخاطر أو بعض الإصابات أو بعض توقف شركة بالكامل. يعني في بعض في أمثلة كثيرة يا جماعة، يعني في شركات وقفت على مستوى شركة في كل البلد، يعني شركات ضخمة بسبب حادث معين وقفت بالكامل أو جزئية معينة أو فرع معين أو المكان اللي هم اشتغلوا فيه كمعرض أو محل ممكن يوقف تماما بسبب هذه الإصابة. انخفاض جودة العمل نتيجة لخوف العمال، هذا شيء مهم جدا، لأنه لو تعرض أحدهم للإصابة الكل بيخاف، الأداء راح يكون منخفض لأنه أنت ما أنت موفر لهم بيئة عمل صحية ومناسبة وملائمة. طبعا تلف، طبعا أحد الحوادث العمل تلف الممتلكات، تكاليف الاستبدال، تكاليف الإصلاح والصيانة، دفع التعويضات، هذه كلها أشياء برضو بتكلفك لأنه الممتلكات اللي عندك تتلف. وسائل الوقاية بشكل عام وتقدر تطلع عليها يعني في أدلة وزارة الموارد البشرية، بس أخذها كده على السريع. الصيانة المستمرة أو توفير بيئة عمل آمنة، الصيانة المستمرة، إجراء تعديل في تصميم الآلات والأشياء بالذات المصانع،
التخزين بالذات عندك في المستودعات لها قواعد تتبعها بشكل جيد، الإضاءة الجيدة، المكان، البيئة المناسبة، كل الأشياء هذه ترى في يعني هذه وغيرها، يعني في كثير من الأشياء اللي توفر بيئة عمل آمنة. ومعالجة الأسباب المرتبطة بالعامل الإنساني أو العامل الشخصي اللي إحنا قلناه، لما قلنا مثلا قلة الخبرة، فأنت يا انك تختار الاشخاص المناسبين اللي عندهم خبره، او انك تضمن تسوي لهم تدريب جيد على اساس انهم يكون عندهم خبره مناسبه، فما يعني يتسببوا في اصابات العمل. استخدم الارشادات، الملصقات والارشادات في كل مكان، درب الناس، استخدم التشجيع الايجابي، سوي فحوصات منتظمه عن السلامه والصحه المهنيه زي اللي احنا قلناها، لما احنا سوي تقييم سنوي، تشوف تسمع الناس، تحط خطه، تعطي المدراء جزء من هذه الخطه، التحكم في عبء وتوتر العمل الزائد. يعني في اشياء كثير ممكن تسويها. واخر واحده اللي تشوف التاكيد على التزام الاداره العليا. لو الاداره العليا ما عندها هذا المفهوم، هذه الثقافه، راح نشوف مثال زي اللي تفضلت فيه الاخت وقالت انه الشركه عندنا ما هي مقتنعه، غير ملتزمه. طيب اخر سؤال، وطبعا في اشياء كثير كان ودي اقولها بس برضه بعطي مجال مره ثانيه للاسئله والمشاركات، اللي هو من المسؤول عن حماية العاملين وتوفير بيئة أو بيئة عمل سليمة وصحية لهم؟ من هو المسؤول؟ هل هو صاحب العمل؟ هل هو الموظف؟ هل هو أحد ثاني؟ خلونا نشوف معنا. طبعاً أحد المسؤولين زي ما تشوف الصورة صاحب العمل نفسه، وفي أشياء كثير لازم يسويها ضمن هذه المسؤولية، إنه هو حتى منشأته، مكاتبه، أماكن العمل حقته، لما يسوي لها تصميم لازم ينتبه انه هذا التصميم يعني يكون متوافق مع اجراءات السلامه والصحه المهنيه. يعني يشوف ايش مثلا الدفاع المدني ايش يتطلب من اجراءات ومن تجهيزات، يقرا مثلا في انظمه وزاره الموارد البشريه يشوف ايش الاشياء المطلوبه في اللوائح، يقرا على المهنه، يشوف الشركات الرائده وخبرات الاخرين، يلم بكل الجوانب قبل ما يسوي اي شيء، والا راح يلقى نفسه بعد ما خسر وبعد ما سوى الديكور واستاجر المكان او دفع تكاليف كثيره، راح يضطر اما انه يغير المكان او يكسر او يعيد الترتيب. ففي تكاليف كثيره لو انت طبقت بدون ما انت تدرس وتعرف ايش المطلوب. انا اعطيكم احد الامثله كده على السريع، مثلا باب الخروج او باب الطوارئ. يعني باب الطوارئ هذا الشيء ملزمه في المكاتب او المباني التجاريه، عشان كذا حتى في تصنيف المباني عند البلديه والجهات المعنية أنه يصنف المبنى بأنه تجاري إداري أو تجاري إداري أو سكني، لأنه التجاري يعني له بعض المواصفات، ولازم يكون فيه مخارج طوارئ، ولازم ولازم ولازم. تخيل أنت رحت أخذت مكتب أو مكان في مبنى سكني ما في مخرج طوارئ، أو أنت ما وفرت مخرج طوارئ، أو فهذا الشيء بحد ذاته لما يجيك المفتش ما يلاقي هذا الشيء، راح تتعرض بصراحة لغرامات ومساءلة، تعرض نفسك لمشاكل كثير حتى على مستواك. لا سمح الله لو صار اي شيء في مكان عمل، فين مخرج الطوارئ؟ طب فين الاجراءات الخاصه بالخروج وقت الطوارئ الى اخره. شرح مخاطر العمل للموظفين باستمرار، عدم تشغيل اي شخص الا بعد ما يتاكد من قدراتهم على اداء العمل بشكل جيد. مو لانه عندك مثلا قله في العدد او قله في الانتاج تجيب اي شخص وتخليه يشتغل وهو ما عنده الخبره ولا عنده الالمام الكامل، لانه مو بس بيعرض نفسه للخطر، بيعرض نفسه، بيعرض زملائه، بيعرض المكان، وبيعرض كل بيئه او المجتمع اللي حولك. توفير وسائل الوقايه من الحريق والانفجارات، الاشياء هذه كلها كلاسيكيه كذا انتم تعرفوها. تامين النظافه العامه بشكل عام، صيانه الاجهزه، كل الوسائل التوضيحيه والبوسترات والملصقات في كل مكان اللي توري للناس او توجههم دائما على انظمه السلامه. توفير الوسائل السليمه عند البدء بالعمل، الخوذه، القفازات، على حسب انت ايش الاشياء اللي تتطلب مكان العمل. هذا فيما يخص عن او فيما يتعلق بمسؤوليات صاحب العمل. كمان الموظف مسؤول. الموظف مسؤول بالالتزام، انه يلتزم باتباع التعليمات والارشادات، مسؤول بانه يكون حذر عند القيام بتنفيذ المهام، مسؤول بانه هو يبلغ صاحب العمل او المشرف او مديره بمكان الخطر، لو في خطر ما يسكت عليه، الالتزام بانه هو يرتدي وسائل وادوات الخاصه بوظيفته للسلامه. كمان احد الجهات المسؤوله اللي هي التشريعات الحكوميه، تتمثل في وزاره الموارد البشريه. هذه طبعا الوزاره بتوفر قوانين وانظمه، بتعمل على نشر الثقافه الوقائيه، بتعمل على توفير الموارد اللازمه لرفع مستوى السلامه والصحه المهنيه، بتشتغل على التفتيش المنظم او المنتظم على اماكن العمل، بتحقق في حوادث العمل متى تطلع الامر،
بتعمل احصائيات دقيقه عن حوادث العمل، حتشوفوها على فكره في المراجع والادله الاسترشاديه الخاصه بوزاره العمل. معانا 7 دقائق، ابغى اخذ كذا فيها على السريع بعض الاسئله او الرغبه في المشاركات. طب نرجع مرة ثانية نشوف إيش الأشياء اللي جاوبنا عليها. وهذا في سؤال جيد من الأخ سامي يقول: ما هي أفضل الممارسات لرفع ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص والعام؟ أنصحك بقراءة الدليل اللي أنا أشرت له، هذا في ممارسات جيدة بصراحة حتى في مسألة الثقافة، في مسألة على فكرة ترى يعني حتى وزارة الموارد البشرية سوت لكم بوسترات جاهزة، ما يحتاج لا تروح لمصمم ولا لأحد يسوي لك ديزاين ولا شيء. يعني شايفين هذه؟ شوفوا أنا أوريكم بعضها، أوريكم في أشياء حلوة جميلة جدا. يعني شوفوا مثلا أوريكم في بوسترات جميلة، يعني شوف مثلا هنا في مكان العمل. لا قفل، معلش دقيقة خلونا أرجع أفتح هذا مرة ثانية، معلش تحملوني لحظة. هذا برزنتيشن، يعني شوفوا مثلا في أشياء زي كذا، شايفين أشياء زي كذا جميلة، يعني ممكن تأخذها على طول تحطها عندك، ما يحتاج أحد يصمم. إيش التصرف الخاطئ؟ إيش التصرف الصحيح؟ في شايفين عناوين، في أشياء كثير زي كذا تقدروا تحصلوا عليها من موقع وزارة الموارد البشرية، ولا تتعبوا حالكم، بس تاخذوها تحطوها تطبعوها او حتى ترسلوها بشكل الكتروني او تعلقوها في اماكن العمل. لما تشوف اي شيء، يعني مثلا اللي يشتغل في مكان مقاولات او في شركه مقاولات ممكن عنده في المكتب يحط الاشياء هذه، ممكن يسوي لهم دليل. اي عامل جديد يعطيه، لو حب يتطور كمان ممكن يعطيه، يقول له يلا اقرا وكذا عشان بنسوي لك بعدين اختبار نتاكد انه انت فاهم او مو فاهم. يعني هذه اشياء جميله بصراحه متوفره مجانا، فليش ما نستغلها؟ ما هو الفرق بين السلامة المهنية والصحة المهنية؟ احنا ذكرنا في التعريف السلامة ايش معناها، والصحة يعني الصحة ايش معناها، وذكرنا حتى التعريف بالاثنين. السلامة سلامة جميع الموارد البشرية، الممتلكات، البيئة. الصحة برضو لها تعريف اخر احنا ذكرناه. طيب ممكن تذكر الشهادات المهنية في الصحة والسلامة؟ والله شوف يعني هذا سؤال ممتاز جدا، بس انا افضل انه يعني تسالوا احسن المتخصصين في هذا المجال، لانه في اشياء جديده قاعده تصير. يعني مثلا لو سالتني في اي مجال انا مثلا خطيت فيه شوط كبير مثلا، برضو حقول لك نفس الاجابه، لانه كل فتره قاعده تطلع اشياء جديده، وفي اشياء ممكن تكون معتمده عندنا، في اشياء ممكن ما تكون معتمده. كمان في بعض البرامج الوطنيه اللي ممكن تكون وزاره الموارد البشريه تعتمدها بشكل يعني او باخر، فاسال المختصين احسن في هذا المجال. وكمان تقدر تكتب في جوجل وتشوف يعني مثلا في امريكا ايش الشهادات اللي مثلا، في اوروبا، في السعوديه، في العالم العربي. فهذا الشيء ترى ممكن يعني سهل البحث عنه في الانترنت. على فكره انا في بالي الان بعض الشهادات، ولكن ما ابغى اقول لك بعض الاشياء اللي في بالي و يعني ما واترك الباقي، لانه يمكن في اشياء اهم من اللي انا ممكن اقول لك اياها. فمن الافضل انك تبحث وتشوف ايش اللي عليه اقبال اكثر وايش اللي مطلوب اكثر، وتشوف تقرا المحاور والاشياء اللي فيها، بالذات لما تطلع على ادله اللي تقدم لك وزاره الموارد البشريه، وتشوف ايش الاشياء المهمه، فبالتالي تعرف بالضبط انت ايش تركز في التدريب اللي تاخذ عليه شهاده مهنيه. في الأخ سلطان يقول هذه ملاحظة، يقول الحضور الانصراف لا يتوفر لجميع الشركات ببصمة العين، ثم يتم تحضيرهم يدويا ويستخدمون نفس القلم. صح، يعني هذه واحدة من الأشياء بصراحة اللي أنا أعتبرها ممارسات سيئة جدا، وما راح تريح العاملين أو الموظفين. يعني سلطان إذا كان الآن يشتغل في واحدة من الشركات الآن، تعليقه هذا يبين أنه غير مرتاح بصراحة لهذا الإجراء والممارسة، وفي بعضهم حتى يتكلموا ويتدمروا ويعترضوا. للأسف ما في من يسمع لهم يقول له يلا بس حضر خلص وبعدين نرفع للإدارة، نرفع للإدارة. أتمنى أن احنا نشوف حل لهذه الممارسات الخاطئة، لأنه راح تعرض الناس للخطر، وراح كمان تخليهم يخافوا، وحتى أداهم راح يكون منخفض، لأنهم إذا ممارسة زي هذه ما انتبهوا لها في مكان عمل، فما بالكم بباقي الممارسات.
إذا سؤال يقول إذا كنت أشتغل في شركة وآخر اهتمامها الصحة والسلامة، يعني ماذا تنصحني أعمل؟ أعمل إنه أنت أنصحك إن أنت ترسل لهم اللوائح حقت وزارة الموارد البشرية، أرسل لهم إياها، أرسل لهم ووريهم إنه الموضوع ترى ما هو اختياري، الموضوع موضوع تكليف، موضوع مسؤولية، موضوع تطبيق وضرورة تطبيق هذه صحة وسلامة ناس وممتلكات ومجتمع وبيئة كلنا عايشين فيها. فما ينفع ما تهتم بشغلة أنت شريك لنا كلنا فيها، أنت مو عايش في العالم هذا لوحدك، وهذول الأرواح مو أنت المسؤول عن، بالعكس يعني هذول لهم عوائل، هذول مواطنين وحتى مقيمين وغيرهم، فهذول الأرواح لازم تنتبه عليهم، وحتى الممتلكات وممتلكات الآخرين جنبك والبيئة اللي احنا كلنا عايشين فيها. طيب ناخذ آخر سؤال، سؤال في بيئة عمل قرابة 500 موظف، بين كل كم فترة يجب علينا كقسم؟ السؤال ناقص، أنا أعتقد السؤال ناقص من الأخ أحمد، كل كم فترة؟ أنا ما فهمت سؤالك بشكل جيد يا أحمد، ولكن إذا أنت تقصد إنه كل قديش مثلا تسوي تقييم، سووه مرة في السنة، سووه مرة في السنة وسووا استبيان بشكل عام، وخذوا آراء الموظفين وخذوا منهم معلوماتهم والأشياء اللي تضايقهم والأشياء اللي ما هي مريحتهم في العمل أو المخاطر اللي هم يشوفونها، وأبدأوا حطوا خطط وأعطوا الخطط هذه لكل الناس، الكل مسؤول في أنه هو ينقل الوضع الحالي لوضع أفضل مستقبلا، وقيموه بعد سنة وشوفوا وين وصلتوا من الوضع الحالي اللي أنتوا فيه ومن الوضع المستقبلي اللي وصلتوا له. فهذه جلستنا التدريبية، الله يعطيكم العافية، أنا عارف أنها طويلة وعارف انه فيها كثير من المواضيع، وبعد ترى كان فيها اشياء كثيره كان ودي اقدمها لكم، ولكن الموضوع هذا يستاهل ويستحق الاطلاع لكل من يعمل مره ثانيه في اداره الموارد البشريه او في التطوير التنظيمي او كان صاحب منشاه او منظمه او عنده خطه فانه هو يشتغل بشكل عام في اي مشروع. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، اشوفكم مره ثانيه عندنا الدورة الساعة 4 تتعلق في إدارة المنظمات الصحية للناس اللي بيعملوا في هذا المجال أو اللي يبغوا يروحوا لهذا المجال وياخذوا عنه فكرة قبل ما يبدأوا مشروعهم. يعطيكم ألف عافية، أمان الله.